تفضل تفضل. السلام عليكم. اليوم عندنا جولة في مشفى القدس على المرضى المقبولين في المشفى لدينا. المريض الأول مريض 85 سنة، وصل إلى المشفى بسوابق فقد ضخامة بروستات بزلة تنفسية مع تغير وعي، وعنده عروقات مع رفع الطعام. صورة الصدر أظهرت ارتشاحات في الجهة اليمنى مع انصباب بالزاوية الحجابية اليمنى. تم إجراء بزل جنب استقصائه، تبين وجود 120 ألف خلية بيضاء بالبزل، على حساب العادلات 80%. سكر البزل كان 12، البروتين مجموع 4.2، انصباب نتعي. طبعا يعني هون الطبقي المحوري، نحن لما شفنا هاي الصورة تخيلنا انه هذا ذات رئة، تمام، وهون في عنا انصباب جنب مثل ما تكون شايفين. فتم البداية يعني معالجته كذات رئة، بس لما اجت صورة الطبقي المحوري فتبين انه هذا كله انصباب جنب، ما في ابدا ذات رئة، وتم بزله مثل ما تكون شايفين. مثل ما تفضل دكتور موسى، البزل يعني رقم هائل جدا، يعني رقم أول مرة أنا بشوفه بحياتي، تقريبا 120 ألف كرية بيضاء حسب النترو، والجلوكوز 12. طبعا يعني ما رقدنا حسبنا الـ LDH والبروتين، لأنه الرقم بحد ذاته بخوف، وطبعا نقص السكر الشديد أيضا يعني بيشير لوجود جراثيم. طبعا شو عملتوا هون دكتور موسى؟ أنا شفتوا هيك التحاليل بعد البزل. طلبنا استشارة الجراحة وأجرينا تفجير صدر. شو استطباب التفجير هون كان؟ هاي قبل التفجير. شو طلع معك بالبزل؟ شو لون البزل؟ قيحي عكر. وشو يعني استطباب التفجير هون شو كان؟ انصباب انتاني، وعندنا السكر اقل من 50. تمام. اذا تفجير صدر شباب، يعني اذا في انصباب كيلوسي ممكن نطلب نحن مستوى الشحوم الثلاثيه دائما بسال جنب اذا كانت فوق 110. انصباب الورمي كمان بده تفجير. الرضوض بتعرفوا هي حاله اجباريه، تقيح جنب الموضع، انصباب اللي بيشمل اكثر من نصف الصدر كمان هذا لازم نفجره، صبغة جرام أو زرع إيجابي كمان لازم نطلب صبغة جرام لسائل جم، بيأش سائل جم تحت 7.2، وسكر سائل جم تحت 60. يعني هدول كمان إذا طلبناهم إحنا مريضنا يعني بنطبق عليه بصراحة، هو التقيح جم موضع وسكر سائل الجم تحت 60. طيب مين بيعرف شباب إمتى بيكون سكر جم منخفض بسائل جم؟ يعني إحنا بنعرفه يعني ممكن يكون الروماتويد بالارثرايت، شو اسمه هاي التهاب الرثياني، التهاب المفاصل الرثياني، تمام، التهاب البنكرياس، الذئبه الحماميه بشكل عام، كل الامراض بس بشكل رئيسي الذئبه والروماتويد ارثرايتس. هلا في عندنا السل كمان، سل بينقص السكر بشكل عام. هلا التهاب بنكرياس ما عندي فكره انا شباب، حدا بيعرف المعلومه؟ ما عندي فكرة. التهاب البنكرياس بالذات يعني. طيب شو حطيتوا على معالجة؟ حطينا على معالجة مبدئية كانت انه كذات رئة مكتسب المجتمع على تقرير طبقي قبل البزل، ليفو وروسيف. لكن بعد ما جرينا البزل والتفجير غيرنا التغطية لرونيم فانكو مع سيفتازيدين. رونيم بالإضافة سيفتازيدين. أنا أذكر المريض يمكن دخل بكمان صدمة، ما هيك؟ إيه كان محطوط على الدواعم، حطينا على الدواعم. نعم دخل بصدمة إنتانية كمان، فلذلك كانت تغطية شاملة.
حاليا بانصباب الجنب لازم تغطي يعني الهوائيات والعنقوديات المذهبة، خاصة انصباب جنب مثل هذا، انصباب قيحي يعني. فالتغطية كانت واسات الطيف، لاهوائيات البسيدوموناس اثنين مع الفانكومايسين، مع وضعه على الدايمات وبير حتم فطامه، ما هيك؟ تم فطامه من يوم الخميس. تمام. خلاص الشيء اللي صار ثاني يوم بالمشاهدة صار عند المريض ريح صدرية نتيجة انسداد المفجر. كان المفجر مسدود على اليد وكان عم يسرب الهواء. لما تم تسليك المفجر الرئة انتشرت وصار عندنا بالمفجر حوالي 2000 يعني انا 2000 ملي، معظم سائل مصدر. موسى انا كنت بس بدي ركز على شغله واحده، انه احنا يعني كنا مثلا حاطين مفجر صدر، هذا لا يعني انه نحن خلاص نحن سيف يعني، نحن بامان يعني. فاثناء الصبح لقينا المريض اكسشته كانت ناقصه، عم نصغي الصدر لقينا كمان في خفوت. طيب نحن مفجرين الصدر هلا، امبارح مفجرين الصدر وامورنا تمام على اساس، استدعينا جراحه فورا وطلبنا صوره صدر، فطلعت صوره صدر ريح صدريه. فالمريض ما مستفيد على يعني على التفجير، اضافه لذلك في مسببي له ريح صدريه. طبعا سي في لاين ممكن تكون هي سببت يعني ريح صدريه او ما سببت، بس نحن بشكل عام حاطين تفجير صدر، المفروض يكون امورنا بالسليم يعني. فاكتشفوا انه كان بسبب القيح، العكوره كانت في السائل القيحي سدت لنا، لا يعني هو ما محطوط على المنفس دكتور زياد بس مشان توضيح، فكان مسدود يعني الخرطوم تبع التفجير، فاجوا الجراحه وسلكوا لنا اياه، واصرينا نحن عليهم كمان. اي شغله كثير مهمه انه كانوا بالبدايه بيقولوا لا الامور تمام والامور مضبوطه، فلما اصرينا عليهم قلنا لا بدكم تضبطوا اموركم، فكان المشكله في الانبوب التفجير. بالنسبه لليوريكيناز انا ما عندي اي فكره، اذا في حدا من الشباب بيجيب لنا ايفيدنس ممكن يعرضه بنهايه الجوله. حاله جديده، تفضل دكتور موسى. مريض راجع لقسم الاسعاف بقصه نفث دموي سوابقه ضمور دماغي، ما عنده اي سوابق ثاني غير ضمور دماغي. الفحص كان طبيعي مع بعض الخراخر بالقاعدتين. على صوره الصدر شفنا كثافه ما بتشبه كثافه ذات رئه، فطلبنا دائريه كانت شوي. طبعا هو مرضى الضمور الدماغي كلهم بيختلجوا، هو المريض يعني بالاخذ القصه المفصله كان بيختلج يعني عنده اختلاجات يعني. فهي الكثافه الاولى مثل ما حكى الدكتور موسى ما هي كثير مميزه انه ذات رئه. فطلبنا طبقي محوري يعني، بلشنا تغطيه الصدات سي ار بي عاليه وطلبنا طبقي محوري. نتفاجأ هذا الطبقي المحوري، تفضل موسى وضح شو يعني. لما طلبنا الطبق المحوري شفنا كثافه اليمين، ما في عندنا علامه تهوي قصبي فيها، فشكينا انه موضوع يكون انه خراجي او في طور التشكل او اسبرجيلوما غير ناضجي حاليا، لانه في بالطرف الايمن عندنا اسبرجيلوما على ما يبدو انه ناضجي. مثل ما لكم شايفين شباب يعني هي علامه مميزه للاسبرجيلوما، عباره عن علامه الهلال. فهون شفنا علامه الهلال وهون الخراجه، اذا هون نحن امام خراجه رئويه مع اسبرجيلوزيس. هلا الاسبرجيلوزيس ترى يعني للامانه واحد ممكن تكون لحاله عند مرضى المصبطين مناعه عاده، اثنين ممكن تحصل على يعني امراض صدريه مرافقه خاصه اللي فيها اجواف، يعني ممكن نشوف اسبرجيلوزيس على سل على كهف سلي، ممكن نشوف على ارضيه خراجه، والخراجات بتازمن خاصه هذا المريض ضمور دماغي ما كان عم بيتظاهر يعني، ما كان عم خلينا نقول عم بيعطي اعراض يعني ما بيحكي على السوا هو المريض، فاعراضه مزمنه حتى بين عليه لما صار يطالع دم فاجابوا اهله على المشفى. ممكن يعني تجي على ارضيه ساركوئيد، ممكن تجي على ارضيه مثلا حبيبوم وجنر الى اخره.
فتثبيط مناعه، توسع قصبي كمان مهم جدا، نفاخ رئوي حتى ممكن يجي على ارضيته. فهي اسبرجولوما يعني وعلامه الهلال الواضحه. شو حطيتوا له خطط معالجه دكتور موسى؟ بالبدايه كان يعني تغطيه ذات رئه مكتسب المجتمع، روسيف وازيتروميسين، لكن بعد الطبقه غيرنا باتجاه الرونيم مشان نغطي الخراجي. طيب شو الجرثومة، شو الجرثومة المتهمة عادة بالخراجات؟ ممكن الشباب يجاوبوا على الشات كمان. العقديات الرئوية، هلا العقديات الرئوية هي عادة يعني بذات الرئة العادية، بس لا خراجة لا. ما هو العقديات؟ لبسلة، برافو عليكم. لا هوائيات، مين جواب؟ عبد الحميد، برافو عليك عبد الحميد. إذا سلبيات الجرام ولا هوائيات، تمام. فنحن لازم نغطي هذول الاثنين، يعني لما بنشوف في خراج رئوي لازم نغطي لا هوائيات والكليبسيلا يعني السلبيات. فالكليبسيلا أو سلبيات الجرام شو بيغطيها ممكن؟ بشكل عام ايش تغطية السلبيات؟ عنقوديات المذهبة، اللي جواب عنقوديات المذهبة ممكن تعمل خراجات، لكن تكون خراجات صغيرة، هيدا خراجة كبيرة لا ما بتصير. خراجات متعددة تكون ثنائية الجانب أيضا، تجي بعد الإنفلونزا مثلا. سيفالوسبورين، برافو عليكم. سيفالوسبورين سلبيات، سيفالوسبورين جيل الثاني أو الثالث، الثالث أفضل يعني لهيك حالة خراجة، أو مثلا مثل ذوات الرئة الاستنشاقية. طيب اللا هوائيات شو نغطيها؟ الكليندامايسين، تمام. الرونين بيغطي الهوائيات كمان، تمام. امبينيم وميروبينيم، هلا ذكروا على الشات على الميترونيدازول. الميترونيدازول بيغطي الهوائيات فعلا، واذا ما كان عندنا غيره ممكن نغطيه، بس عاده يعني تحت الحجاب الحاجز. هو الحجاب الحاجز كليندامايسين او امبينيم. هلا هون نحن ممكن نغطي المريض سيفترياكسون مع كليندامايسين، تمام، او ممكن نغطي اللي قال اوغمانتين مع كليندامايسين، ممكن نعم. ممكن نغطي امبينيم مثل ما غطى الدكتور موسى. امبينيم بغطي السلبيات، بغطي حتى البسيدوموناس واللاهوائيات، فتغطيته كانت جيده طبعا. وبالنسبه للاسبرجلوزز هو عباره عن فطر يعني، هو الافضل نغطيه باتراكونازول. اتراكونازول نعم، وريدة، بس ما متوفر الشكل هذا عندنا، متوفر فلوكونازول. إذا دراج أوف تشويز هو الإتراكونازول، فأعطينا فلوكونازول حسب المتوفر، وهو خط ثاني كمان. فغطينا الأسبرجلوزز وغطينا الخراجة الرئوية. لإمتى بنضل نعالج بالصادات دكتور موسى؟ العلاج بالصادات حتى زوال المظاهر الشعاعية. برافو عليك. إذا شباب ما حدا يقول لي أسبوع، ما حدا اللي 10 أيام، ما حدا اللي 14 يوم. هاي من العلاجات اللي بتطول كتير جدا، بنضل نعالج تروح شعاعيا. هذا المريض ممكن يضل عنا تقريبا 40 يوم. صوتي مسموع؟ أنا بالنسبة لي صوت موسى مسموع، وصوتي أظن مسموع للجميع. بعتقد المشكلة عند الدكتور زياد. ننتقل للحالة اللي بعدها، تفضل دكتور موسى. شاب 13 سنة. دكتور هون التركيز انه الوريدي هو لأسبوعين لأربع أسابيع، ما هيك؟ بعدين نحن إذا في تحسن سريري وشعاعي ممكن نقلب على الفموي، ما هيك؟ هلا ممكن نقلب، بس يعني تعرف الوضع، ما ممكن أحيانا بعض الأدوية ما بتتواجد بشكل الفموي يعني. بس العلاج يعني مثل ما قلنا لحتى زوال الأشعة بغض النظر. تفضل موسى. شاب 13 سنة بدون سوابق مرضية، راجع المشفى بزلة تنفسية مع قياءات وأعراض هضمية. إصغاء الصدر، كان عنده نفخة أنبوبية بالقاعدة اليسرى. تم إجراء صورة صدر، على صورة الصدر كان في عنده كثافة بتوجه نحو ذات رئة. التحاليل المخبرية عنده كان CRP مرتفع 129. طيب بداية دكتور موسى،
يعني في نقطتين هنا. أول شيء ليش قبلانينه عنا هذا طفل؟ ليش قبلانينه بقسم الداخلية؟ سؤال محرج هذا. لسه ما حدا له جواب. هذا إنه هذا العمر ما حد لا الأطفال بيقولوا إنا ولا المستخلي بيقولوا إنا. هذا محير، لازم يفتحوا له مشافي اسمه المحير. الشغلة الثانية، الشيء الرائع جدا كان بقبول هيك طفل أو التوجه له، الأعراض الهضمية. بكرة جايين نحن على الصيف يا جماعة، وأكل الصيف والبوظة وإلى آخره، كله أقياءات، ألم بطني أقياءات. فما تغركم الألم بطني والأقياءات، ممكن تكون أحيانا يا جماعة ذات رئة بالفص السفلي، تعطي أعراض هضمية سواء هون بالأسفل الأيمن أو أسفل الأيسر. التوجه كان صحيح من خلال فحص سريري اللي عنده المريض نفخة أنبوبية. بهيدا مثل ما شايفين ذات الرئة واضحة، أخذ شكل الفص السفلي تماما. في استطباب لقبوله دكتور موسى؟ هو اللي كان عنده موجود عنده عروقات والأعراض الهضمية، فقبلنا لتحسين حالته وتخريجه بس تزول العروقات عنده. طب أنا رح أسألك سؤال، يعني رح أسألك شوية أسئلة وأنت يعني ممكن تجاوبني عليهم، إذا كان في إجابات كبيرة ممكن أقول لك قبوله مظبوط أو لا. في مشعل عندنا اسمه كيرب 65 صح؟ متذكرينه شباب، أكيد كلكم متذكرينه، اللي هو الكونفيوجن تمام، البي يو إن أو اليوريا أكثر من 40، عدد مرات التنفس أكثر من 30، والضغط الانقباضي تحت 90 أو تحت 60 انبساطي، والعمر فوق 65. طيب موسى، حسب كيرب 65 شد تعطيه كم علامة لهذا المريض؟ كان في عنده كونفيوجن، شد البولة، عدد مرات التنفس؟ ما كان عنده كونفيوجن، البولي 21، عدد مرات التنفس كان أكثر من 20 عنده. تمام، أكثر من 30 لا أكثر من 20؟ أكثر من 30 عفوا. تمام، كان عنده زلة تنفسية شديدة. أعطينا نقطة. عمر، الضغط. طيب إذا عنده نقطة واحدة، صفر واحد بيروح على البيت، اثنين ممكن نقبله شوي بالمشفى، ثلاثة ممكن نقبله حتى بالعناية المشددة. طيب على الكيرم 65 ما قبلناه. في مشهر تاني ما بعرف إذا حدا بيعرفه، اسمه البي اس اي، بسموه بنيومونيا سيفيريتي اندكس، مشهر ذات الرئة تمام. راح أشرحه أنا شوي، يمكن شوي جديد على الشباب. العمر بياخذ نقطة لكل سنة بالنسبة للذكور، بالنسبة لإناث نقص 10 من هاي النقاط. إذا كان هو يعني مقيم في يعني في مركز رعاية كمان بياخذ 10 نقاط. الأورام، أمراض كبد، قصور قلب، الـ CVA والرينال ديسيز، كلهم بياخذوا يعني نقاط محددة. بالفحص العلامات الحيوية بياخد 20، respiratory rate فوق 30 بياخد 20، ضغط انقباضي تحت 90 بياخد 20، الحرارة الزعيلي بياخد 15، تاكيكارديا كمان بياخد 15. البي اتش، البي او ان، نقص الصوديوم، جلوكوز تحت او فوق يعني مرتفع او منخفض، الهيماتوكريت كمان اذا منخفض، وجود انصباب جنب، ونقص الاكسجين. طبعا هذا المريض انا حسبت له فبيطلع 47، 47 يعني اقل من 50 بيطلع اوت بيشنت يعني. فعلى المشعرين صراحه ما بده قبول، لكن دكتور موسى مصر لا يقبله، فشو رايك يا دكتور موسى، ايش قبلته انت؟ حق امانه قلت انا جيت لك في الجناح. فالشباب انه بس الموضوع انه الاعراض الهضميه تمام، هو صراحه الاعراض الهضميه خلتنا نقبله. يعني واحد عم يراجع ما بتخليه بالبيت، بده معالجة أدوية وريدية شوي تاني. إذا ضل عم يراجع المريض أصلاً الجانب أقياءات شديدة، إذا ضل عم يراجع ممكن يدخل بقصور كلوي حاد. لا، مو قبول اجتماعي دكتور سعد، سوشيال إنديكيشن، هذا مريض ذات رئة مع أقياءات شديدة فبالتالي بده قبول. طبعاً السي آر بي عالية، رغم إنه لاحظته ما موجود السي آر بي ضمن المعايير.
انا لحد هاللحظه يعني بشك بهدول المعيارين، لانه ما يعني ما كثير بياخذوا بعين الاعتبار حاله المريض. يعني احيانا بيجينا مرضى بيكونوا ما محققين الكيرف، لكن يعني حالتهم العامه سيئه يعني، وما بنقبلهم بعدين بنندم. يعني شو الخطه المعالجه اللي حطت عليه، وشلون تحسن المريض لحد الله؟ عالجناه على اساس ذات رئه مكتسبه بالمجتمع، ازيترو 500 روسيف، شفت رياكسون مع ازيترو 500 مع ايماها مع ايماها وريديه. تمام. الوقت القبول كان سي ار بي عنده 129، اليوم سي ار بي 49 في اقياء. حاله العامه افضل، ما عاد في حاجه، كان يحتاج اكسجين اول يوم، هلق ما بيحتاج الأكسجين، المريض عم يتحرك بدون تعب أو زلة، وصائيات صدره أفضل، والعروقات قلت. تمام. أنا برأيي إذا ما في أقياءات ممكن تخرجوا على البيت، يعني صارت أموره تمام إن شاء الله. محطوط على قناة التحريك بكرة. المريض التالي تفضل. المريض 53 سنة، سوابق قصور كلي وسكري وقصور درق وقدم سكرية، راجع المشفى لقصة ألم صدري وترفع حروري مع سعال جاف. إصاء الصدر كان عندنا خراخر رطبي بالساحتين. عصورة الصدر وقت الوصول ما كان في ارتشاحات خفيفة ما بتوجه لشيء. صورة اليوم الجمعة هاي المعروضة قدامكم بتوجه انه صار عندنا ذات رئه. وهو مريض قصور كلوي، الكرياتينين القاعده عنده كان 3.5، سي ار بي 97. هذا على يعني بالنظر بتقبله، مريض كوموربيدز كثيره، امراض كثيره، فبده قبول يعني بغض النظر عن يعني كيرب عمره طبعا يعني كمان. طيب سؤال للجميع، لاحظتوا انه المريض عنده قصور كلية، قصور درق وسكري، شو نسبة ترافق السكري مع الدرق؟ السؤال مهم، ويعني ويا ريت الله من الان فصاعدا ننتبه لهذا الموضوع. شد ترافق، سؤال للجميع مولا موسى. بس ثلاثة؟ شو محسن؟ طبعا يعني قصور الدرق ممنوع. بالنسبة لقصور الدرق ممكن أسباب مناعية، بتعرفوا جريفس و وهاشيموتو، ممكن ترافقوا مع ده سكري النمط الأول، لكن عم بحكي أنا عن الترافق مع النمط الثاني. صراحة الثلاثة اللي جاوبوا إجابتهم صحيحة، 11% ترافق قصور الدرق مع الداء السكري، 11% بالضبط. فلذلك أنا حطيت لكم هاي الجايد لاين هيك لنرجع نرتب أفكارنا. كل مريض سكري بيتطلب إنه نعمل له التي اس اتش يعني كسكرينينج تيست من عمر 35، وكل 5 سنين لازم نتحرى عنهم. طبعا هي بغياب الاعراض، يعني سكرينينج تيست، عندك اعراض بتطلب كمان. كان صوتي راح يعني. هذا الحكي يعني داء سكري اول او ثاني بعد ال 35 كل 5 سنين مره. هلا بالنسبه للمرضى اللي عندهم درق، هلا العكس، يعني مريض عنده مدسوس الدرق مشخص جويتر مرض مناعي، هل في داعي نتحرى عن السكر؟ إذا ما في أعراض ما في داعي. رجع الصوت يا شباب، كانوا قالوا لي الشباب راح الصوت. إيه تمام حكيم، رجع الصوت. تمام. إذا راح أرجع أعيد، مريض سكري بعد عمره 35 تعملوا له تي اس اتش، وكل 5 سنين تعملوا له مرة بغض النظر نمط أول أو ثاني. مريض درق ما في داعي تتحرروا عن السكر. تمام. نرجع للحالة هاي، بس كانت يعني سبوت على السكري والدرق. طبعا المريض واضح انه يعني السكر، كان عنده مريض اعتلال شبكية سكري دكتور موسى؟ كان عنده مريض اعتلال شبكية؟
المريض اي حكيم عنده انتلال شبكي هذا. تمام، ليش هذا السؤال دائما نسأله يا شباب؟ مشان موضوع انه نتجنبه خزعة الكلية، اذا كان عنده انتلال شبكي فمعناته عنده اصابة كلوية. تمام، بس شفنا اصابة كلوية، بس شفنا اصابة كلوية عند مريض السكر لازم دائما نتحرى عن الشبكية، دائما يرافقه انتلال شبكية سكري. فلما بتشوفوا ما في انتلال شبكية سكري بحثوا عن الاسباب الاخرى، ممكن حتى نخزع الكلية. فهون السبب واضح، أشياء سبب لقصور كلوي المزمن في العالم هو داء السكري. طبعا يعني إذا ربطنا الأحداث بعضها دكتور موسى، هيدي طبعا ذات رئة واضحة سي ار بي عالية، هل القدم السكرية يعني ممكن تكون سببت له ذات رئة؟ شفت حدا من الشباب كتب هاب، مين اللي كتب هاب؟ كمريض انه الشباب بيناقشوا مثلا انه مريض بيزور المشفى بشكل متكرر، بس الاقامه لازم يكون عنده اقامه بالمشفى اقل شيء 48 ساعه. طيب هل هذا الشيء صار؟ تم هلا فهمت منك دكتور موسى انه شفتوه ما كان في ارتشاحات ويوم الجمعه صار في ارتشاحات، فكرته مقبول عندكم بالمشفى. هو كان مقبول عندنا بالمشفى قبل ثلاث ايام، وكانت شكايته زلي تنفسي مع سعال جاف وترفع حراري. توجهنا بالبدايه نحو انه يكون عنده مشكله قلبيه كونه سكري ما يعبر عن الاعراض بشكل واضح، فطلبنا تروبونين اول مره سلبي، والتخاطيط القلب كانت سليمه ما في شيء، التخاطيط تغيرات، فعمل وعندنا مشعر التهابي مرتفع، فعملنا كثلاث رئه مكتسبه في المجتمع. يعني صورة الصدر الأولى كانت طبيعية تماما دكتور موسى، ولا يعني كان فيها شوية ارتشاح وما كان واضح؟ كان في شوية ارتشاح. تمام، هيك فرقت، لأنه السؤال الأولى زيادة كثير منطقي، إنه أنت قلت الصورة الأولى كانت يعني طبيعية وتحولت ارتشاح، فمنطقي إنه بعد يومين 48 ساعة أي واحد بيصير عنده حرارة. هو دكتور زياد من وقت ما أجى عنده ألم صدري وعنده ترفع حراري. هو كان في شوية ارتشاحات. تمام، هاي مين دكتور محمد جدوع كأنه عطى سؤال، أو قد يكون مريض إن عنده تجفاف فبتغيب مظاهر الشعاعية. والله هي يعني احتمال جيد، فكرة جيدة، وهي يعني يمكن صار حكينا أكثر من مرة، أحيانا لما يكون في نقص السوائل فالمريض بيكون حتى الارتشاحات ما بتكون واضحة، يعني ممكن نميه المريض ونعيد الصورة إذا نحن يعني شاكين بذات رئة. بس أنا سؤالي هل في ربط بين القدم السكرية وذات الرئة؟ هدول تنتين مع بعضهم. لا حكيم ما في ربط، لأنه غالبا الجراثيم لها هوائيات والإيجابيات اللي بتصيب بتكون مسببة بالقدم السكرية. شو رأيكم يا شباب؟ مين بيفتح ميكروفون بيشرح لنا إذا بدأ لنا ربط بيناتهم؟ أنا الدكتور أحمد زوبي، حياك الله دكتور أحمد. تركينك للأخير دكتور أحمد، في عندنا حالات عصبية كمان. دكتور وسيم، عشان هذا اي تمام دكتور زيد، عم استنى دكتور وسيم عفوا. هلا مريض مضعف مناعيا دكتور، وممكن يتطور عنده ذات عظم نقي، ممكن حتى ممكن يعني خراج انه مثلا او انتان بالعنقوديات انتان بالعنقوديات المذهبي بحد ذاته ممكن يعمل. تمام، الله يعني التفسير اللي كتبوه الشباب دكتور رقي دكتور هبه و بصراحة منطقي جدا، انه يكون تجسم دم، الانتشار الدموي مهم جدا، دائما يعني دوروا على بؤر ثانية، يعني ممكن دائما شفنا مرة يعني قسطرة مركزية وصارت ذات رئة، هي أقرب شيء صراحة يعني دخلت الإنتان يعني. وشفنا أحيانا يعني مثل هي القدم السكرية مثلا، إذا يعني ممكن كان مثلا أحيانا مرة تداخل جراحي يعني دخل انتان وصار ذات رئة. فقدم السكرية ببساطة هو انتان عم يدخل على الجسم، ممكن يوصل للدم ويسبب ذات رئة ببساطة.
فشكوا دائما اذا ما زال قدم سكريه يمكن اللاهوائيات وكمان العنقوديات المذهبه. فما بعرف موسى شو تغطيته هذا المريض؟ يعني فكره جيده انه نغطي تغطيه شامله للقدم السكريه وذات الرئه بنفس الوقت. غطيناه حكيم بروسيف مع ليفو بالبداية مع تعديل الجرعة، لاحقا غطينا تغطية القدم السكرية لأنه المريض تخرج اليوم، كانت سي ار بيته رجعت للعشرة ومنا له استشارة عظمية. زين بس روسيف مع ليفو ولا غيرتوا التغطية؟ غيرنا التغطية لتازوسين. تمام حسب رأي الطبيب الكلي. تمام تازوسين يعني بيغطي اللاهوائيات يعني صراحة جيد. أنا شفتكم مالكم غطين اللاهوائيات، يعني قدم سكرية لازم انتبه إذا يعني تغطي اللاهوائيات. روسو ليفو بيغطونا السلبيات فقط، اللاهوائيات ما بيغطوها، بيغطونا العنقوديات المذهبة ترى بس مو المقاومين المسلية للأمانة يعني. فعلى روسو ليفو على التازوسين تحسنت الحالة معناتها، غطي السلبيات واللاهوائيات تحسنت، غطيت عندي قدم سكرية وغطيت ال يعني زاد الرئة زاد الرئة. واليوم سي ار بي 10 10 تمام ممتاز، معناتها امور تمام. طيب وضع المريض سريري افضل كان. تفضل الحاله اللي بعدها. مريض يبلغ عمره 53 سنه، ارتفاع ضغط شديد، ادخل المشفى بألم صدري وبطني مع خزل في الاطراف. بالفحص السريري كان عنده برودة بالأطراف السفلية والنبض غير مدسوس مع فرق بالضغط بين الطرفين العلويين، فطلبنا صورة صدر، لاحظنا وجود توسع بالمنصف، فطلبنا سي تي للأوعية مع حقن. بس هنا يعني الملاحظة انه يعني قبل ما نطلب السي تي مع الأوعية نحن كنا يعني اول شيء متوجهين نحو مثل ما كنتم شايفين، يمكن صارت واضحه القصه انه هي تسلخ ابهر يعني عرض منصف مع فرق بالضغط بين الطرفين. طبعا الشيء المميز انه كان في عندنا الم صدري والم بطني وخزل الطرف الايسر، فيعني واحد يعني ممكن يحط حتى اشاره استفهام انه ليكون في عندنا ستروك يعني. للامانه بس مشان نوضح الفكره، المريض كان مبعوث من مشفى آخر ليعمل طبقي محوري للبطن. هذا يعني اللي كان توجه مو مفهوم بالنسبة لهم، بالنسبة لهم لأنه ما فهمنا ليش هو يعني توجهوا هيك. الطبقي المحوري للبطن كان طبيعي يعني إذا بتنظر له بيكون طبيعي، عدا وجود إنه في عنا يعني تصلب عصيدي منتشر يعني خلينا نقول بشريان الأبهر، لكن دون حقن يعني. كان لما اجى وشفنا الافتراق بالضغط، يعني دائما يعني حطوا بذهنكم اي مريض بيجيكم بيدخل على العنايه خاصه بموضوع الالم الصدري بنقيس الضغط بالطرفين حتى ممكن نقيس الضغط بالاطراف الاربعه. هيدي قاعده ارجو انه ما تنسوها دائما. كان موضوع تنفو تخطيط القلب كان طبيعي عند هذا المريض بالمناسبه، لا في عندنا ارتفاع اس تي ولا انخفاض اس تي. ربط الالم الصدري مع الالم البطني هو الابهر، ما فيك تفكر غير بالابهر طبعا يعني. وممكن تطلب دي دايمر، الدي دايمر بدلنا على وجود خسار. والحقيقة يعني كنا نحن شوي يعني خوفانين من وجود خسار حتى بأطراف السفلية نظرا لوجود يعني برود الأطراف وانعدام النبض. فالدي دايمر اجت النتيجة فوق 10,000، هاي النتيجة كانت يعني مرعبة، أكدت لنا أنه لازم نعمل سي تي مع حقن. انتظرنا طلع الكرياتينين، الكرياتينين طلع 1.4، فاتخذنا بعض الإجراءات منشان ما نأذي الكلية. مصطفى معنا؟ دكتور مصطفى تذكرنا شو عملنا إجراءات قبل ما نبعته على الحقن. معك حكيم، معك. تم تسريب سيروم ملحي قبل وأثناء وبعد حقن المادة الظليلة. حاليا المثبت فعاليته فقط لوقايه الكليه من ازيه الماده الظليله هو السيروم الملحي. كان سابقا ناطي ان اس تي سيستين ما طلع له فائده،
ان نعطي بيكربونات الصوديوم ما كان ما في له فائده، فقط الإماهة ثم الإماهة ثم الإماهة. طبعا الإماهة قبل ومثل ما قال أثناء وبعد. بتذكرنا بالجرعة دكتور مصطفى؟ يعني شد نسبة الإماهة أو كمية الإماهة؟ حكيم قبل الإرسال للصورة 3 ملي على الكيلوغرام خلال ساعة، بعدين منكفي خلال 12 ساعة 1 ملي على الكيلوغرام. 6 إلى 12 ساعة، يعني ما هو ضروري 12 ساعة بعد هذه العملية، 6 إلى 12 ساعة. مريضنا كان وزنه 70 ما هيك موسى؟ أتوقع 70 كان. تقريبا هيك. يعني 70 كيلو. 200 ملي خلال ساعة، وبعدين كملنا اللي بقوا 1 ملي على الكيلو، يعني تقريبا شد. يعني 12 ساعة التالية كمان يعني سربنا فيها كمان 3 لتر. بعتنا على الطبقي، هاي صورة الطبقي. صراحة يعني صورة مفجعة جدا، مثل ما احنا شايفين هذا الحقن، هذا الأبهر، هذا قوس الأبهر، تسلخ واضح جدا. شايفين هاي لمعة الكاذبة، هذا التسلخ، أبهر الصاعد والأبهر النازل، حتى الأبهر البطني، يعني متسلخ الأبهر من منشأه للأبهر أسفل، حتى الحرقوفي في مقاطع الحرقوفي نعم متسلخ فيه. فالتشخيص النهائي كان تسلخ أبهر حاد، وطبعا العلاج جراحي والإنذار سيء جدا. شو عملنا له؟ تذكر دكتور مصطفى أو موسى، ما بعرف إذا أنت يمكن هذا المريض تخرج على خرج قبل ما وصلت خرج على تركيا، خرج على تركيا نعم تبع الصباح، هو مو خرجته حولته تم التحويل الى تركيا. تمام تمام. شو افضل شغله موسى هون نعملها نحن يعني غير دعاء للمريض؟ ما نقرب على الاسبرين اول شيء، نعطيه لابيتولول نبطئ القلب ونخفض الضغط، نخفض الضغط ونخفض النبض، هاي شغلتين اهم شيء عندنا مشان ما يمتد التسلخ اكثر من هيك. والشغله الثانيه مو بس اسبرين وهيبرين. إذا كان واحد غلط وعمله كأكيوت كورونري سيندروم ممكن يضر المريض بزيادة مع الإنذار السيء. فحاصر بيتا هون أفضل شيء حاصر بيتا. تفضل الحالة اللي بعدها دكتور موسى. راجعنا مريض 85 سنة بقصة زلة تنفسية وألم صدري من أكثر من شهر. المريض هو مشخص له سابقاً سرطان، بس ما في تدخل عليه من قبل الجراحة الصدرية بسبب انه مريض كبير بالعمر وانذاره سيء. سرطان وين؟ شلون؟ وين السرطان؟ كان على حساب الجنب. تمام. هذا بحكي. بس المشكلة انه يعني المريض عم يتعامل معه كسرطان مشخص من الاهل، لا معهم اوراق او وثائق مثلا تدل انه هذا السرطان مشخص تشخيص كامل او شيء. للاسف يعني هيك معظم مرضانا بصير فينا. فحص الصدر كان اصغاء الصدر صافي متناظر مع زياده بعدد التنفس وتسرع نبض، وعندنا خفوت كان بالقاعده اليسرى. على صورة الصدر كان عندنا انصباب جنب مهم. تخطيط القلب كان نظمه مات أكثر من أنه يكونوا رجفان أزينة. هذا التخطيط شو يعني؟ هاي البي يعني كانت متعددة الأشكال، مو هيك قصدك المات؟ تمام. ايش اسباب المات عاده تعرف؟ غالبا عند مرضى السي او بي دي بيكون عندهم تسرع من نمط مات. تمام. عاده نقص مرتبط بنقص الاكسجين، احيانا اضطرابات الشوارد كمان خاصه المغنيسيوم، احيانا بيستفيدوا هذول كثير على سلفات المغنيسيوم هذول المرضى. طيب يعني اذا هو المريض شك سرطان ولا سرطان؟ انا ما فهمت الموضوع بشكل دي. حسب حكي الاهل انه يعني مشخص سرطان وما بينعمل له شيء، وحاولنا راجعنا اكثر من مره المريض. حاولنا اول مره نسوي له تنظير قصبي وناخذ خزعات،
كانت اكسجته تنزيل، والمره الثانيه صار عنده تسرع نبض ما قدرنا ندخل عليه، فتركناه علاج محافظ ومراقبي. و تمام، انا بتذكر شفته الطبقي المحوري مع الاهل، كان في كتله واضحه. ما والله تذكرته تماما. هلا حاليا بتعجب معالجه عرضيه يمكن تلطيفيه فقط، معالجه تلطيفيه. المريض توفى. الله يرحمه. حتى من شوي توفى ما تمام، ما هيك؟ ايه الله يرحمه. طيب ننتقل للحاله اللي بعدها. الحاله اللي بعدها مريض 65 سنة، مدخن، سوابق CVA، قرحة هضمية مع خزعات سليمة من القرحة، كانت سليمة من القرحة الهضمية، عنده قرحات فراش، وراجعنا بألم بطني وعروقات وسعال منتج. إصغاء الصدر كان عندنا خراخر ناعمي. طبعا المريض كان عنده وسن واعي غير متجاوب غير متوجه. عملنا له صوت الصدر، كان في عندنا هون باليمين بيشبه الانصباب والكسافي. طبعا المريض متجفف، ما راح تظهر اذا عنده ذات رئه او شيء. تحليل التحاليل المخبريه كان عنده ارتفاع بالبيض، تحاليل المخبر مرتفع بالبيض على حساب النترو، سي ار بيته مرتفعه، كرياتينه طبيعي، وكان عنده بالبول الخلايا البيضاء الاكسز، والالبومين عنده نازل. زين، هي الحاله يعني هي الحاله كانت وقتها يعني شغلات متعدده، مريض مهمل، قرحه ضجاعيه، نقص البومين، مريض ما بياكل على السوا، ذات رئه، التهاب مجاري بوليه، ف يعني تحسين حاله عامه اكثر، والسي بي اي سابق، خزن شقي ايمن، طبعا مع وزمه في الطرف كامل الايمن بسبب عدم سوء الاستخدام. شو حطيتوا خطه معالجه؟ هيك مرضى راح تشوفوهم بالداخليه كثير، مرضى يعني مهملين ما بتعرف من وين تبلش يعني، فبدك تحط الاجهزه واحده واحده وتحط لها اللزوم يعني. بلشنا القرحات الاضطجاعيه وانت رايح، تفضل دكتور. بلشنا بتغطي للالتهاب الكلي والحويضة بشكل موجه أكثر، لأنه صوت الصدر ما هي موجهة كثير باتجاه ذات رئة. غطينا الالتهاب الكلي والحويضة بروسيف مع سيبرو وريدي كونه متوفر عندنا. شفنا تحسن بالأرقام، لكن إنه الألبومين ما عم يتحسن، وطلبنا استشارة مشان موضوع القرحات، إنه المريض ما عم يتحسن والتحليل البول كان افضل. كانت استشاره الجراح مشان نوص القرحات، قرحات الفراش، فاكتفوا الجراحه انه تعقيم وبمضات ونفس التغطيه بالكفه. طلبنا، صار عنده وزمات برجلي المريض كثير، فطلبنا الالبومين، كان الالبومين نازل، فعوضنا الالبومين بسبب انه المريض مدنف وعنده نقص تغذيه، وحاليا المريض يعني وضعه أظن مو المريض كان عم يرفض الأكل، ركبنا له إنجيتيوب. تمام حكيم. المريض يعني على فكرة الألبومين النازل بيعذب بالمعالجة، لا تنسوا إنه في كثير من الصادات الحيوية ممكن، أو الأدوية يعني مو بس الصادات الحيوية، نقص الألبومين بيسوي تعنيد على المعالجة، فهذا المريض عدم استجابته ممكن تكون سبب يعني تعنيد على المعالجة. تنظير القرحات مهم جدا، قرحات الفراش بشكل عام بيغذيها العنقوديات المذهبة، إذا كان مريض يعني كمان داخل على المشفى كثير ممكن تكون المقاومة للمسلين. تغطية بالرس والسيبرو جيدة، ممكن نضيف لها الفلاجيل أنا برأيي، ما بعرف كان ضفناه أو لا، يعني بظن ضفناه على المعالجة. إذا ما مضاف ضيفوه وشوفوا. أضفنا CRB إذا ما بتتحسن ممكن تغيره حتى على البانكومايسين يعني. CRB اليوم 40. سابقا شد كانت يعني؟ سابقا كانت 100. تمام، إذا في تحسن خلاص ما في مشكلة، إذا عم تراجع المريض تحسن. مين بيعرف شباب شو استطبابات أعطاء الألبومين عند المرضى يعني؟ أنا يعني بلاحظ كثير يعني
في شوية بزخ أو خلينا نقول هنا عطاء البومين يعني بشكل عشوائي، يعني إنه والله كل ما شفنا مريض بنعطيه البومين. إنه معنا الدكتور مصعب. السلام عليكم دكتور مصعب. حكي معك الدكتور مصطفى. لا أقول في الدكتور مصعب معنا، كان الدكتور مصعب إبراهيم الصاية الهضمية. السلام عليكم دكتور مصعب. طيب إذا بيفتح هلا الميكروفون ممكن الدكتور مصعب كمان يعطينا. شو رأيك مصطفى، أنت كأنه فتحت الميكروفون بدك تجاوب على السؤال. شو إمتى نحن بنحط ألبومين للمرضى بشكل عام؟ استطبابات أعطاء الألبومين متلازمة. كل ما شفنا نقص ألبومين لازم نعطي المرضى ألبومين؟ لا، في عندنا واحد متلازمة الـ RDS. إذا بدنا نبذل حبن أكثر من 5 لتر ممكن نعوض ألبومين. في عندنا نفروز يعني 5 لتر فرمادون بزل حبن ما في داعي. لا داعي. إذا في عندنا التهاب بريتوان عفوي ولكن ضمن شروط إنه الكرياتينين فوق 1 والألبومين تحت 4 أو البولة فوق 60. بيلروبين فوق 4. بيلروبين فوق 4، الكرياتين فوق 1 والبولة فوق 60. تمام، هذا إذا في بريتوان. مو كل التهاب بريتوان عفوي بيحقق شروط. تمام، تفضل. المتلازمة الكبدية الكلوية لازم فيها البومين. ضمن العلاج متلازمة الكبدية الكلوية اللي ممكن نعطي فازوبريسور، يعني الشغلات عفوا المقبضات الأوعية مثل نور إبنفرين، ممكن نعطي مع ألبومين وأكتريوتيد. يعني الألبومين أساسي متلازمة الكبدية الكلوية. غيره؟ في استطبابين، واحدة اسمها متلازمة تحريض المبيض الزائد، هي اتوقع النسائية خصوصا. عند النسائية احيانا مشان لما يكون في عندهم عقم بيعطون كلوميفين سترات، فاحيانا من كثر الإثارة المبيض فبصير في عندنا مثل يعني شيء بيشبه المتلازمة النفروزية، بنقص الألبومين وبتتوزع من المريضة. ما لنا فيها بس بجوز تجينا استشارة في يوم بدأ الألبومين. كمان بعض عند الولدان بانحلال الدم ممكن نقول كمان ألبومين. تمام، غيره؟ وفي السبسيز الشديد ممكن نقول ألبومين، والحروق الواسعة ممكن نقول ألبومين. طيب زيادة كاتب على الشات شغلة إضافية، عرضي مع وزمات شديدة مع واحد دوراني، بتوافقوا الحكي؟ يجب لنا الإفيدنس زيادة ما هيك؟ والله حكيم ما مرق معي الاستطباب. طيب. مرد السؤال للدكتور موسى، شو استطباب أعطاء الألبومين عند هذا المريض؟ مريض مضنف عنده نقص وارد وعنده حالة إنتانية ما عم تتحسن. يعني للأسف هذا مو استطباب، يعني كثير من الأحيان بنحط ألبومين ما هو غذاء يا جماعة، الألبومين ما هو غذاء. أنت ممكن تعطي المريض بروتين، حليب، لبن، فروج، طبعا كله مخفوق اذا ما كان عم يحسب ياكل لحم، بس انه تعطيه البومين للتغذيه هذا اكبر خطا بنعاني منه حتى لو كان الالبومين نازل. طبعا اذا الاخوه اخصائيين ما يوافقوني بهذا الحكي اتركوا الالبومين لاستطباباته. هلا شوي ثاني ببعث لكم انا استطبابات الالبومين العامه. تمام شباب؟ تمام. كيلو لحمة بسوى كل هالألبومين وأرخص. يلا تفضل. حال بعدها مريضة 53 سنة عندها سبب قربو وعامل استئصال رحم، عامل استئصال رحم قديم، عندها حصيات مرارية راجعت قصد زلة تنفسية وعروقات مع أعراض بولية سفلية، حرقة وألم بالخاصرتين، قصاء الصدر كان عنده وزيز بالساحتين الرئويتين، الرجل كله إيجابي، كانت هاي عنده صورة صدر، عنده احتقان بالسرتين الرئويتين، ما في شيء مميز تاني عنده الصورة. تعداده كان 11600 على حساب النترو، CRP 51، تحليل البول كانت البيض إكسز مع بكتيريا أروع زوائد. تشخيص التهاب حويضة وكلي، التهاب كل حويضة وكلي مع حجم التربو
خفيفي. هي طبعا المريضه انقبلت عندنا قبل بفتره بازمه ربو شديده، هالمره كانت يعني اخف كثير. ايش هذول موسى؟ ايش هذول بالنص هيك الارتشاحين بالسره؟ ايش هم هاي؟ احتقان حكيم. هيك يعني هيك احتقان في تشخيص تفريقي؟ اعطيني تشخيص تفريقي اذا قامت السرتين. ساركوئيد. حلو. المرحلة الأولى. بيكون مريضة ساركوئيد ومخبي عليكم. غيره. ضخامة عقد لمفية. في سياق مثلا ايش؟ لمفوما مثل ما قال. لمفوما. غيره. السل شو رأيك بيعمل ضخامة بالسرتين؟ السل بس بالجهة الموافقة لإله. لا يعني ايش قصدك الجهه الموافقه؟ لانه غالبا مثلا اذا السل في انماط للسل، اذا السل كان كهفي او هذا بيكون موضع بجهه وحده. ما فهمت عليك بصراحه. السل البدري نحن نقول انه في عندنا معقد جوترين و بالسل البدئي بيكون في السرتين، بعدين السل اللي بصير تكهف هذا بصير بقمه الرئه مثلا، بس السل اول شيء ببلش في السرتين. تمام. مين بيعرف اسباب ثانيه؟ ما حدا عم يكتب الشات؟ سيليكوزز. شو السؤال معلم؟ راح النت. يعني شيء بالسرتين، ايش اسباب انه يكون في عندنا ضخامه بالسرتين؟ سيليكوزز مضبوط، السل مضبوط، ساركوئيد مضبوط، الليمفوما مضبوط. وفي هيستوسايتوزز احيانا بيعطي هيك يعني هيك منظر. هدول الفطور بشكل عام، الفطور الكوكسيدو مايكوزز الى اخره، كلهم هدول ممكن يعطونا بايلاترال ميدستينال ليمف ادينوباسيه، وخاصه الهيلر يعني السريه. يعني اهم شيء نعرف الليمفوما، الساركوئيد، والسل البدئي. انا يعني ما بعرف المريض على السوا، بعتقد انه الافضل نتحرى عن هالضخامتين ولو انه صغار يعني. مو غلطنا من طبقه محوريه كونه مريضه ربويه. كثير من الاحيان المرضى يعني الصدريه بيكونوا مشخصين شيء وبيطلعوا شيء، فارجو انه تطلب لها طبقه محوريه. هي المريضه جايتنا بانتاب اولي ترى الكاب محوريه. عفوا حكيم، القبول الماضي طلبنا لها طبقه، ما كان في شيء. تمام خلص، ما اعتبروها ايش بدك تعتبروها؟ تمام تمام. خلص يعايروا الكلس، ما شرط يكون المراحل الاولى، ما شرط يكون فيها شيء الطبقي حتى. تمام. حتى لو الصوره طبيعيه، يعني الصوره عم نقول هون ما طبيعيه المفروض. ايش يعايروا؟ ما فهمت عليك، ايش ده يعايروا دكتور زياد؟ هلا هني بيوجهوا بس ما بياكلوا تشخيص الكالسيوم والايس. الايس ما موجوده بكل الحالات بس لا معنى من طلبه طبعا زي ما توجهين يعني. طيب الحاله اللي بعدها. مريضة 21 سنة مشخصة ذئبي حمامية وخمسة أشهر، راجعت بقصة رعاف ونزف شرجي موضوع على سيلسيبت وأزاسيوبرين. الفحص كان عنده ألم بطني وشحوب مع وزيز في الصدر وطفح الفراشي على الوجه. صورة الصدر هاي اللي عملناها، ما في عنده شيء موجه، كان طبيعي. إيكو البطن عنده ضخامة طحالية خفيفة تقريبا 1.5 مع استسقاء بالكلية اليسرى. كان العلامات المحورية هي الفارقة، تعداد البيض كان عنده 1300 انخفاض بالبيض، والخضاب 9.6، الصفيحات ناقصة 74 ألف. 74 ألف يعني. 74 ألف. السي 3 عايرنا السي 3 للمتممي كانت 75 نازلة كمان. ESR مرتفع عنده، والجي بي تي 110 مرتفعة، CRP 34.
حسبنا كرياتينين بروتين على بول على كرياتينين بروتين على كرياتينين البول طلعت 2.8. غالبا مريضه تحتاج لخسعات كلويه لتحديد المرحله. طبعا موسى هون ما ذكر الكرياتين، كرياتين مريضه طبيعيه 0.7 طبعا. المريضه جتني لاول مره طبيب مشخص لها زئبه حماميه وحطها على ازاسيوبرين مع استرويدات يعني مع البلاكونين الى اخره، لكن من فتره جيته كانه بحاله جديده فحطها على سلسبت. طبعا نتيجه يعني سوء تواصل بين الاهل والطبيب فضلت المريضه عم تاخذ دوايين مثبطات المناعه. نحن عاده يعني استطبابات اعطاء المريض الميكوفينيل موفيتيل هو السلسبت لما بكون في عنا إصابة كلوية أو إصابة عصبية. الإصابة العصبية في الزئبة الحمامية تعتبر من الإصابات الشديدة مثل الإصابة الكلوية حتى مثل الإصابة الدموية. فلما أجت المريضة برعاف ونزف شرجي أول تفكير بفكر واحد إنه يكون في عندها شيء إصابة دموية جديدة، يعني مثلا نقص صفيحات، تطاول بالبيتيك أو متلازمة أضداد فوسفوربيل ممكن ترافق معها. لكن لما شفنا الدوائين مع بعضهم وتأكدنا أن المريضة عم تأخذهم مع بعضهم فوراً يعني ومع نقص الكريات البيض نقص الصفيحات توجهنا أنه في عنا يعني تثبيط مناعي نتيجة الأدوية. فكان التشخيص الأساسي هو تأثير جانبي للأدوية، بالإضافة أنه لا تنسوا دائماً بالزئبة الحمامية لازم السي آر بي تكون طبيعية. السي آر بي المريضة مرتفعة ففي عنا إنتان أو التهاب بالمصليات، واحد من اثنين. السي آر بي لازم تكون طبيعية لمرضى الزئبة. إذا كانت سي آر بي مرتفعة لازم تفكروا بإنتان وتفكروا بالتهاب مصليات. التهاب مصليات ما عندها، انصباب جنب ما في، حبل ما في، وانصباب تامور ما في. فأول شيء لازم نعمل نوقف الأدوية مثل ما قال الدكتور أيمن، نوقف الأدوية بتخف الحالة. لكن نحن أمام حالة حادة، شوفوا سي 3 ناقص، الاي اس ار مرتفع، حتى يعني التثبيط الدموي ممكن يكون عندنا هجمه حاده. فكنا امام خيارين صراحه احلام ومر. طبعا هون ما كتب موسى التفصيل، تذكرنا بالتفصيل دكتور موسى، يعني مثلا شد كانت الكريات البيض، شد كانت اللمفاويات، الاعداد المطلقه تبعيتهم، لانه مهمه جدا. يعني اتخذنا قرار مصيري بالنسبه للمريضه. موسى معنا انت؟ معكم معكم حكيم، بس كنت كاتب الميكروفون. تعداد البيض كامل كان 1300. اللمفيات 3 بالعشرة ضرب قوة 10 9، يعني 300 ناقصين. تمام. العدلات 1000. هي أول ما أجت 1000 أظن كان هي. أقل من هيك 900 كان، بتوقع إنه يعني عديناهم 900. حكيم أول عنده وصول 900. سامية كان نقص معتدلات ونقص لمفاويات. فهي المريضة أول مع ترفع حروري مع القصة الكاملة، هي لازم عزل، ما بصير تحطها بمحل عادي، هذا لازم تعزلها. عزلناها بغرفة لحالها، حطينا المرافقين كمامة، ممنوع دخول حدا عندها لم كمامة، تغطية كاملة بالصدات الحيوية، صادين بسيدوناس أظن أعطيناها شباب مع فانكومايسين، ما هيك؟ أعطيناها برونيم وفانكو. تمام. ونحن امام يعني كمان زئبه فعاله، يعني مشكلتنا انه يعني هي المريضه بدها مثبط مناعه، بس نحن بصراحه يعني عندنا تثبيط مناعي ثاني. لو كانت المريضه صراحه ما اختي هدول الدوايين، كنا ببساطه بنعتبرها من يعني من علاج يعني علاج العادي هو نعطيها مثبط مناعه. فاذا هيك اوقفنا مثبطات المناعه، اعطينا استرويدات جرعات عاليه، اعطيناها سولميدرول لمده 3 ايام، حاليا يمكن اليوم الرابع بلشنا بالبريدنون الفموي، وغطينا تغطية واسعة، واظن اليوم شد الكريات البيض اليوم موسى صارت 2500. تمام. الصفيحات شد صارت؟ الصفيحات صارت 100,000. 100,000 تمام. اذا في تحسن الصفيحات، في تحسن كريات البيض. يعني يمكن البعض بيقول انه يعني شلون خاطرت باعطاء استرويدات. المشكلة إنه يعني لازم نحل المريضة، يعني نحل مشكلة من المشاكل، لأنه كل مشكلة بتأثر على المشكلة الثانية. فممكن أنت بإعطاء استرويدات كمان ترفع الكريات البيض، يعني هون والخضاب والصفيحات.
بنفس الوقت نحن من العاجر وعارف النزف الشرجي، فوقفنا مثبطات مناعة. بركي إن شاء الله خلال أسبوع أسبوعين نشوف حالة المريضة. طبعاً المريضة بدها خزعة كلية حكماً، بس هلأ ما مضاد الصدمة بدها خزعة الكلية، وأنت هالصفيحات هيدي النازلة لأنه ممكن تسبب لنا نزف شديد. فهي الخطة تبعيتها بعد يعني أخذ يعني كورس من الصادات الحيوية مدته هلأ 5 أيام وراح نجدد، يعني بعد ما نمر عليها 5 أيام نشوف السي ار بي إذا ما تحسنت الحرارة، ما تحسنت السي ار بي اليوم 1.1 ممتاز، 1.1 الله يجزيك خير، ممتاز ممتاز. الصراحة يعني معناتها في تحسن دراماتيكي للمريضة، ممكن نكمل يعني 7 إلى 10 أيام بالصادات الحيوية و يعني نخرجها مع المتابعة يعني بالأدوية، وبس تحسن الصفيحات أحسن من هيك نرسلها لخزعة الكلية. لازم نصنف الإصابة الكلوية عن هاي المريضة أنه بدها سلسلة، يعني نرجع لعطاء السلسلة، لكن ما بنعطي السلسلة إلا ما يكون متحسنة يعني عفوا يعني عطاء المثبطات المناعة دائما بيكون في عنا الوضع جيد. ما بعرف بيحكي على الشات يمكن عبد الرحمن عم بيقول نقص الصفيحات ما بيفسر النزف، لا بيفسروا، ليش ما بيفسروا؟ 70,000 ما بيفسر الرعاف، ما بيفسر النزف الشرجي، نقص الصفيحات يعني تحت ال 100,000 طبيعي انه يصير في عنا يكون عرضي. طبعا هي اجتنا يعني المريضه صار لها اسبوع بتنزف، شد كانوا صفيحاتها ما بنعرف. هي الحاله عصبيه، ما بعرف اذا لساته صامد معنا الدكتور احمد، تفضل موسى. تفضل دكتور موسى. مريضه 45 سنه لها سوابق مرضيه، سوابق دوائيه عندها 6 موانع حمل فمويه، راجعت بقصه خزل شقي ايسر مع رتي كلامي وعسره بلع وانحراف بزاويه الفم، لكن بعد 2 ساعة من القبول بلشت تراجع الاعراض عندها مع بقاء الضعف في الطرف الايسر. يعني قصدك انها تي اي اي؟ تي اي اي تمام. هلا تي اي اي ترى يعني للامانه يعني بدك تمر على المريض 24 ساعه وتشوف اذا مات يعني تراجع او لا. فباليوم التالي اظن فحصناها وكان لسه مستمر الخزل عنده، صح؟ في خزل ايه، بس الارتي الكلامي تراجعت حكيم عسرة البلاء. تمام، يعني قصدك انه الرتي تراجعت بس الخزل ضل، معناتها ما تي اي صح؟ هو ظل بقي عنده ضعف في الحركه بايده فقط، يعني انه صعوبه بحركه اليد، يعني ما هو انه مثل الخزل اللي كان عنده موجود. تمام. تفضل، ايش عملتوا؟ ايش طلبتوا؟ طلبنا اول شيء طبقه محوري، طبقي كان سلبي ما في شيء واضح. طبقه محوري للدماغ طبيعي. تمام. طبيعي. طلبنا ايكو دوبلر للسباتيين وايكو قلب. ايكو قلب ما كان متوفر فاكتفينا بالايكو السواتيين. انا عملت له ايكو قلب كان طبيعي. ايكو السواتيين عندنا تضيق الشريان السباتي الايمن حوالي 80% بطول 3 الى 4 سنتي. عملنا سي تي انجيو للقوس الابهر والشرايين السباتيه. طبعا بعد استشارة الطبيب الوعائي. فلقينا بالتضيق الشريان السباتي. هاي دكتور وسيم بكبركم عليه. هذا سيتي انجيوغرام. بالنسبة للتحاليل فيهم شيء كان؟ تحاليلها كلها ضمن الطبيعي، بس تعدادها يعني كان مرتفع قليلا، 12,077 حساب العدلات. سي ار بي تا يعني 6.8، الاي اس ار مرتفع ممكن يوجه نحو شيء مناعي مثل تكياسه. طيب السؤال لك دكتور موسى، موانع الحمل الفموي ايش ممكن تعملنا؟ يعني ايش بتزيد خطر ايش؟ خطر الخثار اول شيء. وريدي ولا شرياني؟ غالبا هي بتكون مترافقه مع الوريديه، خسارات وريديه. نعم، دي في تي، خسار جيوب الكهفيه، لكن خسار الشرياني ما هو من يعني اهبه موانع الحمل صراحه. الحقيقه يعني الاي اس ار مرتفع، شد الاي اس ار الطبيعي عند هي المريضه؟ مريضه 45 تقسيم 2 لازم تكون
تقريبا 22. لا هي مريضه انثى طفل 10، 45 زائد 10 2 27، طبيعي 27 يعني مرتفع عندها السرعه التصفر مرتفعه، يعني ممكن ناخذها بجميع الجوانب. دكتور احمد تفضل الميكروفون معك، نحن بدنا يعني رايك بالحاله صراحه. المريضه كثير يعني صبيه ما فيها شيء ابدا، يعني حتى لسه بتحمل وصار معها هذا الـ يعني الستروك المفاجئ، ما في اي قصه عائليه للمريضه، لا اهلها بيصير معهم شيء، لا احد صار معه ستروك، وطلع معنا هذا الانسداد الشرياني الحاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام دكتور احمد تفضل. الله يعطيك العافيه دكتور وسيم. هلا هاي والله الحاله مميزه. هلا انا سالت انه اذا في ضعف نبض محيطي مثلا، مثل ما قال انه ارتفاع سرعه التسفل متوسط الشده، ممكن يكون يعني نفكر بالتهابات الاوعيه. نعم. اي نبض مسوس. نعم انا امبارح خليتهم يقيسوا الضغط بالاطراف الاربعه، ويعني وحتى يجسوا النبض، فقالوا لي انه طبيعي. هلا المريضه مدخنه شيء كمان؟ لا. التدخين بالعمر هذا ممكن يفسر لنا هالشيء. موسى عندك الاضبار قدامك؟ انا اعتقد غير مدخن، بس اتاكد منه. التدخين عامل خطر دكتور للستروك شيء؟ طبعا عامل خطر بالنسبة لبعض الأشخاص، يعني شفنا حالات أنه بينسد الشريان تحت الترقوة وما في عنده عوامل خطر غير المدخنة. كمان إيش في ممكن مثلا نفكر الموضوع؟ المصدر قلبي ما في، والمصدر الشرياني بفسر والإنسداد بفسر الخسارة عنده. نعم. ممكن يعني يعني نتوسع بدراسة الخسارة شوي. تمام. شو تقترح معلم؟ يعني اذا في عندنا مثلا خسار هون، خسار شرياني، فلازم نبحث عن يعني خلينا نقول الاليات اللي بتزيد الخسار عند هذول المرضى. هلا هي كبيره بالعمر وسط، يعني مو عمره لا صغيره مثلا مشان نفكر بنقص بروتين سي او اس او انتي ترومبين 3. نعم. ايه والله يعني قصدك الاسباب الوراثيه الى يعني أيوة. فرط الخساريه. يعني هي 45 تعتبر متوسط العمر، يعني متوسط العمر. ايه نحن عادة ستروكاتنا بيكونوا يعني 50 60 يعني هيك اعمارهم فعلا، يعني 45 يعني انا لما طلعت المريضة فعلا لقيتها حتى بنتها لساتها صغيرة. انسداد استطباب جراحي. نعم استطباب جراحي. فانا يعني مشان يستفيدوا الشباب اللي معنا، شو استطبابات الجراحة بالشريان السباتي؟ دائما اذا كان التضيق اكثر من 70% استطباب جراحي. طب إذا كان 100% شو الوضع؟ هلا إذا كان 100% في عنا خطر لفتح الشريان إنه تطلع استروكات إذا كان الدوران الرادف، فغالبا جراحين الأوعي ما بيدخلوا عليه إذا كان 100%. بتذكر كاتبينها بالجايدين من 70 ل 99. تماما أيوه 100% ما بيدخلوا عليه مسكر. دكتورة هبة عم تذكر على الشات إنه أكثر من 50% مع أعراض، شو رأيك في هال؟ هلا لا احنا ال 50% اذا طلع بالايكو دوبلر اكثر من 50% فبنتوقع انه يكون بالتصوير الانجيو اكثر من 70%، يعني بيعطي حساسيه الانجيو اكثر من الدوبلر. نعم. اما ال 70% هي الحد الادنى للتداخل الجراحي لنزع البطانه او زرع ستين. طب شو رايكم يعني سؤال للجميع انه شو اسباب الخساره عند هيك مريضه بغض النظر هي غير مدخنه، ما في قصه عائليه ما في ضغط؟ يعني ممكن دراسه الشحوم، فرط الشحوم عنده ال LDL ال HDL اذا كان عنده يعني متلازمه هيموسيستينوريا كمان ممكن فعلا نفكر فيها، بتعمل خسار شرياني وريدي. تعرف شو علاج عبد الحميد مازال ذكرته؟ بالهيموسينيوريا علاجها كثير بسيط. مين بيعرف شباب شو علاج بالهيموسينيوريا؟ كويس برافو عليكم، يعني ما بعرف احسن ما تزت. تمام حمض الفوليك. برافو عليكم حمض الفوليك. طيب كمان شو في اسباب؟ يعني هو نحن توجهنا ترى بالبداية على التهاب أوعية نتيجة ارتفاع الـ ESR، فأنا برأيي متابع فيه بشكل عام التهابات الأوعية اللي ممكن تصيب الشرايين السباتي هو من الشرايين الكبيرة يعني. تمام. شو رأيك دكتور إيش في عندنا مثلا أسباب؟
هلا هو كاتبين الشباب انه اضداد الفوسفوليبيد، اضداد الفوسفوليبيد بتصير باعمار اصغر وبصير في اسقاطات متكرره. نعم اللي بتكون جناح اضداد الفوسفوليبيد. صح مزبوط بس تعمل خسارات شرينية وريدية صراحة يعني طبعا لا منفكر فيها، لكن كون كبر العمر، عمر المتوسط يعني ثلاثينات تقريبا. أيوة طفرة في لايدن عادة خسارة وريدية، البروتين سي و اس خساراتها وريدية، ممكن تعمل خسارات شرينية. يعني احنا شفنا لطفلة عمرها 9 سنوات أو 10 سنوات عندها خزل شقي، فبالدراسة الدموية لقينا عنده نقص بالأنتيترومبين 3. تمام هذا يعني كطفلة. نعم اي كطفلة ممكن يعني هذا خلل وراثي. طيب. اما بينما بهالعمر هذا بدنا نفكر على الأسباب، فرط الترسب التصلب العصيدي اللي الزايد عن حده. نعم يعني حتى الشرايين الثانية فيها نعم. علامات تصلب عصيدي. نعم يعني حطوا بذهنكم شباب كمان يعني خباسة كسبب للخسارات. يعني إذا ما لقينا شيء عند هاي المريضة ممكن كمان نعمل سي تي ماسح ونبحث عن خباسة مرافقة. يعني الدكتور مصطفى ذكر على الشات التكياس والتهاب شريان الصدغي، شو رأيك دكتور؟ التهاب الشريان الصدغي بيكون في ارتفاع أكثر بسرعة التسفل، صداع، وممكن يسبب لنا عمى. نعم إيه شاع صراحة عند الإناث بعد سن 50 وسرعة التسفل تكون فوق 50. يعني أهم شيء هو سبب الصداع، وارتفاع سرعة التسفل بيكون أكثر من هيك. موسى في عند المريضة صداع؟ ما بعرف أخذت قصة كاملة، بجوز يكون مثلا عندها صداع وما ما أعطتنا هذا الشيء، رغم أنه يعني الأمر شوي صبي على الصدر. حكيم لا ما كان عنده صداع، ما ذكرت انه بس هي ما كان عندها اي ادويه او اي شيء غير انه مانع الحمل. دكتور احمد هو بيصير بالسباتي وفروعه ما هيك؟ تمام يعني ايوه تكياس حتى موانع الحمل الفمويه يعني عامل. نعم بالنسبه لتكياسه بيصيب الابهر وفروعه، خاصه الشريان تحت الترقوه. أيوة. وبيصيب عندنا شريان يعني عاده بتكون مريضه تحت ال 40 سنه مو فوق ال 40. هذه الشروط المهمة. عموماً يعني المريضة ما زالت يعني في طور الحيرة بالنسبة لنا. بكرة راح تعمل استشارة جراحية، ما بعرف إذا بدي يحطوا لها شبكة أو يعملوا إندر أكتومي. نحن حاطين حالياً علاج يعني مثل ما بقول علاج الستروك العادي اللي هو أسبرين، وحطينا لها كلوبيدوغريل كمان مع الستاتين. يعني هلا التوصيات بالنسبه للعلاج انه هي اذا اجتك بالاسعاف بحاله تي اي اي لازم تعطي 80 اتورفاستاتين و300 كلوبيدوغريل و325 اسبرين تحميل. هاي اخر التوصيات للستروك. هلا كلوبيدوغريل اعطينا 75، لكن هي اول مره بعرف انه ممكن نعطي كلوبيدوغريل 300. نعم كجرعه تحميل بهيك مريضه يعني صبيه لازم نعطيها. ما حدا سأل نعطي جيكسان ولا لا شباب؟ نعطي هبارين هيك حالة، شو رأيك دكتور أحمد؟ هلأ كعلاجي ما رح نستفيد منه كعلاجي. نعم أما ممكن إذا في يعني كوقائي كعلاج وقائي إذا في عوامل خطر، بس لكن ما عنده يعني الخزل ضعيف. ما نعم خزل 4/5 يعني ما رح ما في عنده يعني ما رح نخاف، ما في فايدة منه. ما في فايدة كمان. رسالة مهمة بهي الحالة، كل المرضى الستروك تعملوا لهم إيكو دوبلر للسباتي إيكو قلب، كل المرضى جنان، كل المرضى سي بي سي وظائف كلية، كل المرضى سرعة تسفل، كل المرضى. يعني دائما ما بتعرف منين بيجيك الحالة، لوز مرة كل 10,000 مرة تكون يطلع لك نقص صفيحات أو يطلع لك ارتفاع بالكريات الحمر يعني كأحمرار دم مثلا يكون مؤهب، وسرعة تسفل مشان نكشف الفاسكولايتس. في فاسكولايتس دكتور أحمد بتصيب بس الأوعية العصبية، يعني هي ما لا تكياس ولا يعني شو اسمها هذي الثانية التهاب الشريان الصدغي؟ ما في هلا هي مرض نادر ياباني اسمه مويا 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 اللي هو الشرايين الخيطية الدماغية، هو نادر عنا ما شفنا منه حالات، بتكون الشرايين خيطية دماغية. يكون هي مويا مويا شو؟ لا مو شكله مويا مويا. طيب
في سي ان اس فاسكولايتس، نوع من انواع الفاسكولايتس حديثا اضافوا له تصنيف جديد بالالتهابات الاوعيه بس مختص بالاوعيه العصبيه، فلا مانع كمان نفكر فيه صراحه. اذا عجزنا ممكن كمان نحط المريض على استرويدات. بس بصيب الاوعيه داخل القحف دكتور وسيم، ما بصيب الاوعيه خارج القحف. تمام، انا ما بعرف المعلومه. إيه. في اي رساله دكتور من قبلك ننتقل للحاله اللي بعدها؟ لا، اهم شيء مثل ما حكيت انه اي ستروك بهالعمر هذا لازم تندرس، من يعني اذا كانت اكبر بالعمر ما عندنا عمر صغير، هو الروتيني انه نعمل ايكو سباتيين وايكو قلب بشكل دائم، بس اذا كان عمر صغير لازم نوسع الدراسه لتشمل افات خساريه، متلازمات التهابات الاوعيه، متلازمات مثل ما حكيت انت فرط الخساريه، ارتفاع فرط الشحوم العائلي مثلا، متلازمات اللي بتزيد اهبه الخسار. الله يعطيكم العافيه. لا ما سؤال اخير يعني خطر لي، هل استشاره جراحيه عاجله ولا ما هي عاجله؟ هلا لازم ما بيتدخلوا عليها لبعد 21 يوم من استقرار الستروك، 3 أسابيع. تمام. طيب ننتقل للحالة اللي بعدها، تفضل دكتور موسى. أظن روجنا نخلص. مريضة 85 سنة، سوابقها سكري نمط ثاني مع ارتفاع توتر شرياني، راجعت بقصة تعب، تعب عام، فقد شهية وعروقات ونقص حرارة ونقص كبير بكمية البول، يعني صار عنده شح بولي. مريضة علامات الحيوية كان ضغطة 170/90، نبضة 90، SpO2 98، سكرة 444. كانت المريضة واعي متجاوبة، إصغاء الصدر صافي متناظر، هاي صورة الصدر عندها، توحي بعلامات ضخامة قلبية، مشير قلبي خفيفة، خفيفة مشير قلبي يعني خفيفة، وفي عنا شحات قد توجه انه يكون انقلاب توعي مثل وزن تحت وزن الرئة. المريضة عندها كان عندها الايكو البطن الطبيعي، ما في شيء بإيكو البطن، بعتنا على تنظير قاع العين، عندها فرط اعتلال شبكية منمى، بطانة منمى في سياق داء سكري، الكرياتينين عندها كان مرتفع 3، تعدادها 10/400 على الحد الأعلى، الخضابة كان نازل، اليوريا مرتفعة 77، بول على كرياتينين، بروتين على كرياتينين البول 97%. يعني كم جرام هيدا تقريبا؟ راح تصير 1 جرام، راح تصير 1 جرام، 1 جرام هي تقريبا، هي 970 ملي جرام تقريبا. الألبومين عنده نازل. مريضة حطينا على البوتاسيوم، بوتاسيوم عالي، قصور كلوي كان البوتاسيوم عنده عالي، فحطيناها على خطة إيماها مع دواري لخفض البوتاسيوم، اللي هنا سيروم سكري محروق بالأنسولين مع إرزازات فنتولين، مع إرزازات فنتولين وتخطيط مراقبة تخطيط القلب في حال صارت عندنا تغيرات، وتغطي انتاني بسبب انه السي ار بي كانت مرتفعه 83. تغطي تغطي لايش دكتور؟ ايه يا دكتور موسى، تغطي لايش؟ ايش البؤره الجرثوميه اللي عندها يعني؟ ما في بؤره جرثوميه واضحه كان عندها، تحليل بول كان عندها من 8-10 كريات فقط. تمام، اذا ما لقيته مصدر انتاني وعنده سي ار بي عالي، يعني هون مشكله صراحه عم بتعانوا منها شوي احيانا، يعني بتغطوا الصدات حيوي بناء على السي ار بي. يعني ما كل سي ار بي مرتفع ترى هي يعني قصور كلوي، سي ار بي ترى مشهر للامراض الفيروسيه كمان، السي ار بي مشهر احيانا حديثا صار يدخل ب
يعني بالالتهاب بنكرياس ما هيك شباب؟ يعني مشعل التهابي حتى السي ار بي ممكن يكون مشعل من احد عوامل الخطوره القلبيه مثله مثل الضغط مثله مثل السكر الى اخره. عموما يعني انا احيانا بوافقكم انه انا نعطي صدات حيويه بس يعني يكون عندنا بؤره انتانيه واضحه، يعني صدره بصراحه ما بتعبر عن شيء. ايكو البطن عملته طبيعي، ما في خراجات، ما في شيء، ما في قرحات اضطجاعيه بظن، ما في قدم سكريه عند المريضه، ما في انتان بولي، 8 ل 10 كرويات بيض ما بفسوا ارتفاع سي ار بي. يعني انا ما بقلق غلط، لكن بنفس الوقت انا بقول لك ضل عم تبحث عن مصدر انتاني. يعني نحن عندنا قصور كلوي مزمن واضح سببه سكري، ترافقه مع اعتلال شبكيه السكري، سكره غير مضبوط المريضه، ضغطه غير مضبوط، وصلت لحاله القصور الكلوي المزمن، اي حاله روتينيه عم تجينا بشكل دائم. عاده بيجوا هدول المرضى يعني ممكن يوصلوا للديال. هل في استطباب ديال عندها هي المريضه؟ استطباب ديال بنحسب اول شيء الجي اف ار عنده. طيب انت عم تحكي عن استطباب الديال المزمنه صح؟ طيب جي اف ار امتى من نوصل لمريض يعني المرضى بشكل عام؟ اذا كان مريض سكري اقل من 15 جي اف ار، واذا كان مريض ما عنده سكري اقل من 10. تمام. جي اف ار اشد هي حدا حسب لها يا شباب؟ شو بنحسب جي اف ار؟ اما عن تطبيق الكالكوليتر او في معادله حفظه مصطفى. دكتور مصطفى يلا حط له المعادله او اقرا لنا المعادله. كوكروفت، في معادله كوكروفت حكيم؟ انا حافظ معادله 140 ناقص العمر ضرب الوزن على 72 ضرب الكرياتينين، وفي حال الجنس انثى نضرب 0.85 وبتطلع على نفس معادله كوكروفت. طيب يلا مين حسب لنا الجي اف ار؟ يلا شباب عندكم العمر عندكم كرياتينين بيوفي؟ شغال صوت عندك؟ احسبها يا شباب الصمة. انت بتعرف وزن المريضة يعني أكثر، شد وزن المريضة؟ الوزن أساسي بحساب الجي اف ار. واللي ما نزل تطبيق الكالكوليتر بيعرف ليش عم نحكي. لمصطفى اللي حفظان المعادلة بضل بيحسبها دائما. بالنسبة للـ MDRD بتعتمد على العمر وكرياتينين المصل وأفريكان أمريكان إذا بدك حطها أمريكية أو أفريقية، وإذا هي أنثى تعطيك. طبعاً طلع جي اف ار 15.7 على الـ MDRD اللي هي ما بتتطلب الوزن، تطلب فقط العمر الكرياتينين والجنس وإذا أمريكية. بالنسبة للمعادلة الثانية اللي هن قالوا كوكروفت، الشباب كوكروفت كمان نفس بده وزن بس، يعني شد وزنها. هي حدا بتذكر شد وزنها شباب؟ كان وزنه أظن 80، أظن 80 طلعت 17، يعني تقريبا الفرق بيناتهم مو كتير. ف 17 إن كانت 17 أو إن كانت 15 يعني المريضة يعني على يعني حدود الديال الدموي، فهي استطباب وضع يعني تجهيز للديال الدموي. تحت ال 15 بالنسبة للسكريين، تحت ال 10 بالنسبة للناس العاديين لازم نبلش غسيل كلوي عندها. بس انا سؤالي لموسى، هل في استطباب توصل المريضه غسيل حاد؟ استطباب ديال حاد يعني مو مزمن. مش ما حدا بجاوب على الشات؟ اسعافي لا يوجد. لا طيب معناتها دكتور موسى، يا دكتور موسى اعطينا استطبابات ديال حاد.
اصابات ديال حاد البوتاسيوم فوق 6.5 ما معند على العلاج المحافظ معند تمام. عندنا اعتلال دماغي يورميائي تمام. انصباب تامور يورميائي ما عنده هيك شيء مريضه ما عنده هيك شيء وكانت واعيه ووعي متجاوبين مريضة. وزمة الرئة شو وضعها؟ وزمة الرئة معند على العلاج ما عنده وزمة الرئة كان طبعا. عنده خراخر خفيف فقط ما في شيء يحب ذات رئة. قلت التهاب تامور يوريميائي؟ انصباب تامور يوريميائي تمام. حماض؟ حماض إذا كان كمان غير مستجيب على العلاج كمان ديال تمام. هلا في عندنا استطبابات تانية مثل عندك النزف أحيانا اليوريميائي أحيانا ما بيستجيب فممكن يعني إذا كان واحد عنده نزف بيكون سببه يوريميائي كمان ممكن نوصل المريض اعتلال صفيحات يوريميائي. إذا كان في عندنا مثلا حالة فواق أحيانا هي من الحالات المعندة فواق المعند ممكن أحيانا يستجيب على الديال الدموي. إذا المريضة تحضير للديال شفنا تأكدنا إنه ما في عندنا يعني سبب تاني للقصور الكلوي ومستمرين بالبحث عن مصدر انتاني. رجاء ابحث عن مصدر انتاني يا دكتور موسى. احيانا يا شباب احيانا المرضى اذا ما لقيتوا مصدر انتاني بتحط ساتر وبتفحص المريض من مخه لاراضي اجري بجوز تكون قرحه ضجعيه صغيره دمل هو مسبب له كل هالحاله فحص اللوزات الى اخره. حاي بعد تفضل دكتور موسى. مريضة 49 سنة لا سوابق مرضية راجعت الإسعاف في قصة ألم شرشوفة منذ أسبوعين قبل ما توصل للإسعاف صار عندها تغوط زفتي بالإسعاف كان عندها مضض بالشرشوف وشحوب بالوجه والأغشية المخاطية. شحوب بالأغشية المخاطية تم قبولها على نزف هضمي علوي بعد إجراء تحاليل مخبرية ومعاينة الخضاب كان الخضاب أول ما وصلت 11.2 راقبنا الخضاب ثاني يوم صار الخضاب 9 بدأنا بنقل وحدتين دم وطلبنا تنظير هضمي. التنظير الهضمي كان عنده قرحة فعالي نازفي إرقاء محاولة إرقاء إعطاء أدرينالين تصليب إلى آخره ما التنظير ما ذكروا هذا الشيء بس إنه فات نظر شافوا قرحة مظاهر قرحة فعالي بس شافوا نزف بيعطوا بيحقنوا أدرينالين بس ما ضروري دائما يستجيب. أنا أعتقد إنه كتب الدكتور إنه لم تستجيب المريضة طيب هلا هي نزف هضمي جتنا نزف هضمي ايش حطيت وعلى خطه معالجه نزف هضمي علوي طبعا المريضه ام بي او مع سوائل وريديه رايسك تحميل 80 ومضخه 8 ملي جرام على الساعه. هلا مصطفى بيزعل بيقول ليش ما اعطيت 40 واحد ضرب 2 هاي مصطفى مصطفى رد عليه معلم توصيات الحديث يعني بتقول نفس الشيء اذا اعطينا الامبرال ضمن المضخه او اعطيناه مرتين كل 12 ساعه يعني طيب نساله لموسى هل نفس الشيء يا موسى بعد ما حطينا المضخه ما تحسن النزف؟ انا ما حطينا المضخه تحسن النزف عنده ولكن يعني نحن دراستنا على مريض واحد هذا عبد الكريم بلش يا أولاده يشاركوا معنا. طيب توصيات الحقيقة نفس الشيء أعطاء المضخة وأعطاءه كل 12 ساعة نفس الشيء لكن هاي الحالة أنا شفتها يعني خلينا نقول بعد ما يعني أول مرة نزفت عملنا تنظير واستمر النزف عند المريضة والخضاب استمر بالنزول اضطرينا ننقل وحدة دم ثالثة. هلا موسى حطت صورة بطن واقفة أنا فهمان ليش طلبة نحن لما نشوف نزف يعني مستمر نحط بذهننا دائما الاستشارة الجراحية. فموسى طلب صورة بطن واقفة مع أزار قبتين مشان يتحرى على الاختلاطات.
فمين بيقول لي يعني ايش هي الاختلاطات يعني القرحة الهضمية؟ الاختلاطات اللي بتستدعي الجراحة يعني. الانسقاب والنزف. نزف الغير مستجيب المعند، نعم. مستجيب. انسداد ايش يا شباب؟ انسداد مخرج المعدة. مخرج المعدة. بعد التليف المقرحة. تمام، يعني هو عم نحكي بشكل عام انه استطبابات الجراحه والحاجه الجراحه، ومثل ما قال واحد اذا شاكين بالسرطان، نعم اذا شاكين بالسرطان يعني مثلا كان في عندنا شيء محي بالسرطان بالقرحه، او اذا نحن مثلا المريض عنده نقص وزن او الى اخره. طيب في عندنا شيء يعني خلينا نقول مشعر محدد انه بيحينا انه لازم هذا المريض يروح على الجراحه او مستشير جراحه؟ الجراحه بينزعجوا كثير لما مستشيرهم، فنحن بدنا لما نستشيرهم نكون عندنا ايفيدنس انه امتى نستشيرهم. ما كل قرحه هضميه بنبعثها والله استشاره جراحيه استشاره جراحيه، هذا بيضحكوا علينا. مين بيعرف يا شباب؟ مريض قرحه هضميه نقلنا له اكثر من 5 وحدات دم وما بتحسن ارقام الخطاب عنده. تمام. الانثقاب القرحي، تشكل هلال غازي على صوره الصدر. برافو عليك. انسداد مخرج المعدة كمان، هيدا انسداد مخرج المعدة. هلا في عندنا استطبابات يعني خلينا نقول 6 وحدات خلال 24 ساعة او 3 وحدات ب 12 ساعة، هل كان محققة المريضة هاي الشغلة؟ لا ما يعني يمكن على مدار الثلاث ايام لان قلنا 3 وحدات صح؟ 3 ايام. طيب هلا في عندنا يعني لازم نبلغهم اذا في عندنا مثلا نزف فعال، وعاء بينفر، خسره او قرحه بمكان خطير قرب وعاء مهم، هي كمان لازم نحط بذهننا الاستشاره الجراحيه. فالمريضه شلون الوضع اليوم؟ يعني نحن صار لنا تقريبا رايح يصير اسبوع، نظرنا مرتين. امبارح سمحنا لها بشرب السوائل، الخروج البراز الزفتي توقف، النبضه تقريبا بال 80، ضغطه 12 على 8. ما عنده شحوب. والألم ما في ألم حاليا. ممتاز. معناتها المريضة بكرة بتتخرج إذا أرقام الخضاب ظلت ثابتة. معناتها يا مصطفى فيك إني بدنا نعمل دراسات جديدة على التسريب المستمر للأمبرازول. تمام علم، تمام. الله يعطيك العافية. طيب يمكن المريضة هي تفضل. مريضة 50 سنة، سوابق ربو وضغط وسكري نمط ثاني، راجعت قسم الإسعاف إسهال وقيئات من يومين وألم شرسوفي، تالي تناول وجبة سريعة. طبعا بالإسعاف كان ضغطة 8/5، نبضة 120، أكسجتا 97. أنا بس ملاحظة، هي تالي لتناول وجبات من الوجبات اللي بتتوزع بالمخيمات يعني بس للأمانة العلمية. نعم. المريضة كان عندها وسن وعنده وزيز بالساحتين ومضض بالشرسوف. صورة الصدر كانت طبيعية. إيكو البطن طبيعي، مع طبيعي كان بالبداية لما عملنا إيكو سريع بالبداية كان طبيعي، لكن عدنا بأيدي طبيب هضمية فشاف عنده كثافي ناقصة الصدوية بالبنكرياس، وعملنا تنظير هضمي بسبب الألم الشرسوفي الموجود عندنا. بس عفوا يا دكتور موسى، بس طول بالك على التنظير الهضمي، هذا يعني طلب بعد يومين ثلاثة. احنا خلينا بالحالة الأساسية اللي هي عبارة عن ايش؟ قيئات وإسهالات. ايه. وضغط نزل، ما قلت روتامي طبقي والضغط نزل عندك والنبض متسرع. يعني إذا ضغط نزل والنبض متسرع أنت عندك أمام حالة ايش؟ صدمي. حسب الحالة شو نوع الصدمة شباب على الشات؟ يعني واحد مسهل وعم يراجع وعنده صدمة، في عندنا 4 أنواع للصدمة. شو هن يا دكتور موسى؟ في عندنا صدمة نقص حجم، وفي ممكن تكون هي صدمة إنتانية نتيجة التهاب معوي، وهي كان تمام. غير أنواع صدمة، معلش مشان نذكرهم، في عندنا الصدمة القلبية صح؟ صح. وفي عندنا صدمة إيش؟ انسدادية. وفي عندنا صدمة توزيعية. توزيعية هي يعني أحد أنواع الإمتانية.
ممكن يكون توزيعيه انتانيه، ممكن تكون قصور كظر، ممكن تكون تحسسيه، هي كلهم بيندمجوا تحت يعني نمط التوزيعيه. فالمريضه يعني برايك اي نوع من انواع الصدمه الاربعه، نقص حجم التوزيعيه والقلبيه والانسداديه؟ طبعا الانسداديه هي الريح الصدريه والصدمه التنويه تندمج. بدايه انت كتفكير، انت في اسعاف حاليا؟ هي كصدمة إنتانية. بالإسعاف أنت عرفت، بالإسعاف أنت عرفت صدمة إنتانية؟ نحكي من إحنا عوضنا سوائل، ما تحسن الضغط، وفي عنا المريض عنده حرارة وعنده أقياءات مستمرة وفيش هيك، فبتقدر نحول الصدمة الإنتانية أكثر من صدمة نقص الحجم. تمام، بس خليك معي شوي. انت ساعتك بالاسعاف اجتك وحده عم تراجع وتسهل وضغطها نازل، ايش بتقول الصدمه نوعها؟ صدمه نقص حجم. خلص انا هذا بدي منك، طلبت تحاليل، لا تسرع كثير، طلبت تحاليل، اجت التحاليل، شو هي التحاليل اللي اجت؟ كان عندها السي ار بي مرتفع. نعم. الكرياتينين عندها مرتفع كمان. كرياتينين ما كان هذا الرقم صح؟ كانوا مرتفعين بس مو كثير عنده. مين اللي قبلها هاي المريضة؟ يمكن دكتور سعد، تذكر دكتور سعد شو كان كريات بيض أول ما جاء؟ مشكلة ضايعين التحاليل ما في مشكلة، ما في مشكلة على مهلك، لانه بدنا نشير لشغله ثانيه، انه يعني كمان المريضه فعلا مثل ما قلت هي عباره عن صدمه انتانيه، يعني كان اجتمعت الصدمتين عليها، صدمه نقص الحجم والصدمه الانتانيه. صح؟ كان عندها البيض 30,000 حكيم. 30,000 هي 10,000 حاليا، هذا يعني ممكن تمام التحليل الحالي، فانت حطيت تحليل حالي اخر تحاليل عندها، فهيك ضيعتنا. ليش؟ فشباب اجتنا المريضه قياءات اسهالات من يومين بعد تالي تناول وجبة سريعة، ويعني إضافة للكريات البيض المرتفعة والسي ار بي العالية، فعملت كصدمة، صدمة نقص حجم وصدمة انتانية. تفضل. هلا هون أنتم يعني تابعتوا مع يعني علاجها، فطلع الكرياتين شد وقتها كان في قصور كلوي، كان 4.5 4.2 كان الكرياتين 4.2 داخل المريضة حتى بقصور كلوي. شو عالجتوا؟ شو حطيتوا له خطة معالجة؟ تفضل دكتور موسى. ما كنت بدي. شو خطة المعالجة اللي حطيتوها؟ كصدمة ثانية حطينا 2 من غطة الابسيدو، الفانكو والفانكو والرونيم مع السوائل. السوائل شو حطيتوا سوائل؟ حطينا اول شيء مضخة نور ادرينالين، سيروم ملحي 1/3 مع مراقبة الصادر البولي. من رفعنا ارتفعت ارقام الضغط بلش تحسن الادرار عند المريضة، طبعا بعد يوم من العلاج. اذا اول شيء اعطيت سوائل اللي اعطيت رفعت الضغط يعني كترتيب، انا اعتقد انهم الترتيب بلشنا بالسوائل ودخلناها على العناية بلشنا برفعات الضغط. بعد الترين، بعد الترين سيروم ملحي، اذا شفت عدم تحسن ادرار بولي ما في، ممكن تلجا لرافعات الضغط وتوقف السيرومات لما ما تشوف في تحسن بالصبيب البولي. لما شفت تحسن بالصبيب البولي فطمنا المريضه على الدواعم وتابعنا بالسوائل. تم معاملة المريضة بعد تنظيف قارعين طلع طبيعي، تم معاملتها كقصور كلوي حاد صح؟ حاد تماما. فشو شو علاج قصور كلوي حاد؟ معالجة السبب، هي مريضة عندها نقص نقص بريرينال اللي هي نقص الحجم اللي صار عندها نتيجة الصدمة الإنتانية. عوضنا السوائل وصححنا الاضطرابات الشاردية اللي عندها، كان غطينا بالصدات حبيبي، تغطي بالصدات، تغطي واسات الطيف كونها سيبتيك شوك يعني كانت البداية.
طيب بس هيك ملاحظة على القصور الكلوي الحاد. لما تشوفوا قصور كلوي حاد لازم تحطوا بذهنكم ثلاث تصنيفات، اما بري رينال، انترا رينال، وبوست رينال. البري رينال كل شيء بنقص الحجم، اسهالات، اقياءات، المريض مثلا عنده حروق شديدة، واحد عنده وزمات ايضا كمان، هذا كله بيروح بالسوائل بالهلالية. نقص الكاردياك اوتبوت، يعني اذا في عندنا مثلا قصور قلب شديد ممكن ينقص يعمل بري رينال، او اذا في عندنا اسباب وعائيه. البوست رينال شغله سهله، انسداد سواء بالحالب او المثانه او حتى مثلا الاحليل. الانترا رينال بقى نفكر بالاسباب الكلويه. الاسباب الكلويه ما هي شائعة، الأشياء دائما بيكون عندنا قصور كلوي حاد هو البريرينال. يعني كل المرضى اللي بيجونا بعد نزوف نسائية، نزوف بالعمليات الجراحية إلى آخره، أي معظم المرضى مريضتنا تنطبق عليها ضمن البريرينال كون عندها نقص بالحجم. الخطر إنه يتحول البريرينال للرينال، والأخطر هو الـ ATN. شوفوا الأسباب، إما التهاب كبب الله راح نفصل فيها، إما أنبوبية اللي هي أخطر الـ ATN اللي هو النخر الأنبوبي الحاد، او ممكن يكون اوبستراكشن يعني كمان بالانابيب ممكن يصير عندك كريستالات او بلورات، ممكن يكون سبب وعائي تي تي بي اتش او اس الهايبرتنشن الشديد الخبيث، احيانا الصمات الكوليستروليه بعد ما نعمل قسطره، ونوبه صلاه الجد لا تنسوها، هي كلها مسببه قصور كليه حاد وعائي. وعندنا الاسباب الخلاليه باسباب الدوائي او الانتاني او حتى المناعي، الادويه اللي بتعمل التهاب كليه خلالي لا تنسوها، الصادات الحيوية على رأس أدوية السلفة، البي بي آي اللي استخدمناه شوي، أمبرازول، والإنسيتس. الإنفكشن، أي نوع الإنفكشن ممكن يسبب التهاب كلية خلالي. الأمراض المناعية بشكل عام، زئبة، التهاب ساركويد، جوغري ممكن تسببه انترستيشيال. عندنا الآتي إن، الآتي إن هو الأشياء، ممكن يكون دوائي الآتي إن، واحد بياخذ مثلا ليبوفلوكساسينا، بياخذ أمينوغليكوزيدات، ممكن كل هدول يضربوا الكلية. ممكن يكون في عنا يجمنتد، ممكن يكون بالبيلوروبين، فرط البيلوروبين الشديد أحيانا ممكن يأذي الكلية. الأسباب نقص التروية، مثل هون مثلا واحد عنده يعني انخفاض في الضغط، بس استمر الانخفاض والمريض يعني ما لحقنا ممكن يتحول لآتي إن، فهي يعني سكيمي. والسبسس كمان ممكن يعملنا نخر أنبوبي حاد. تعب الكبب والكلية ممكن يكون يعني سياق مناعي، المعقدات المناعية أو الأنتي جي بي إم جود باستر المشهورة، أو البوسو إميون القليل المناعة اللي هن بترافقوا مع الأنكا مثل واجنر، تشارلز ستراوس، تاب الأوعية العديد. المعقدات المناعية مثل الزئبة الحمامية بترافق مع نقص من المتممة، الغشاء التكاثري بعد الإنتانات بالعقديات، التهاب كبب كلية والكريوجلوبينيميا، واللي بتكون فيها النورمال سي 3 وسي 4 معقدات بالآي جي أي سواء هينوكشن لاين أو الآي جي أي نيفرو بسي. فلما نحط قصور كلوي حاد لازم نقارب بهالطريقة. الشعاع هو البري رينال، بيجي مع البوست رينال. شفت مريض كبير في العمر عنده قصور كلوي، فورا نحط قسطرة بولية، تكون أحيانا بتحل نص المشاكل. مريض الانترا رينال هذا حالات نادرة، لكن خطورتنا دائما بالانترا رينال، لأنه ممكن يتأدي لقصور كلوي مزمن إذا ما لحقناها وعالجناها. مثلا هون الامراض هذول الجي ان كلياتهم بدهم مثبطات مناعه ويعني استرويدات بجرعات عاليه، ما عدا مثلا هون استرويدات بجرعات خفيفه بالهينوكشن لاين. الانبوبيه الاتي ان غالبا يعني علاجها فقط الايماه الجيده. الفاسكولار حسب الحاله، مثل ما يكون شيء تي تي بي اتش او اس مثلا، هي بدها بلازما فيريزز، انتي فوسفوليبيد، صار بدها استرويدات، بدها مضادات تخثر، الضغط ممكن نضبطه. مثلا هون عندنا سكليروديرما، العلاج الاساسي بالقصور الكلوي الحاد سكليروديرما هو نعطي كابتوبريل، دراج اوف تشويز هو الكابتوبريل، وحتى ناخر ديال قدر الامكان. كوليسترول امبولي كوليسترول هذا بيعملنا احيانا صمه بعد القسطره القلبيه، روح صمه بتعملنا متلازمه الاصبع الزرقاء. الانترستيشال اهم شيء نوقف الادويه، نعالج الانتان، وهدول لهم علاجات خاصة. فمريضتنا باختصار يا جماعة هي عبارة عن يعني بري رينال تحولت لسيبتيك شوك كمان بسبب الانتان الشديد اللي صار عندها، غطينا الصدات بتغطية قوية،
تعديل الجرعات، وقفنا كل الأدوية اللي بتأذي الكلية، يعني ما وقفنا قصدي ما أعطينا هؤلاء دواء بيأذي الكلية، والإماهة اليومية مع حساب توازن السوائل. ويعني بيني وبينكم ضلينا يعني خوفانين إنه يكون في عنا مرض تاني. نفينا الأسباب الأساسية يعني القصور الكلوي، وبلشت الكرياتينين يتراجع بشكل يومي. هلا هون بقى نرجع لموسى. موسى بهالأثناء عمل إيكو بطن، وإيكو البطن أساسي بتقييم أي قصور كلوي. تفضل دكتور موسى، ليش طلبت الإيكو البطن؟ إيكو بطن كمريضة قصور كلي عنا لازم نقيم التمايز القشرة اللبي. تمام. ميز إذا في انسداد ممكن يكون مثلا صيات، ممكن استسقاء بطيني. نعم. فطلع عندك بإيكو البطن شيء، إيش طلع معك؟ طلع عندنا كثافة على حساب رأس البنكرياس. والمريضة بعد ما طلعت من الصدمة وتحسنت أمورها، ظل عندها شكاية بألم بالشرسوف، فعملنا الإيكو على هالأساس وطلبنا تنظير هضمي. بالتنظير طلع طبيعي، سي 16.9 كمان كان، وطلبنا سي 16.9 كان مرتفع. بعد طبعا بعد الإيكو طلبنا سي 16.9 كان مرتفع قليلا، الحد الطبيعي لإله للأربعين. تمام، يعني مرتفع قليلا مو مرتفع كتير. التنظير هضمي طلع طبيعي، فنحن منتظرين هلا حاليا يتحسن وظائف كلية ترجع للطبيعي، واليوم 1.4 ما شاء الله ممتازة. عملنا استشارة كلية مشان موضوع الإجراء الطبقي، فالدكتور كاتب لها مانع وسوّد الطبق المريضة وحلق وبعث الطبق على المجموعة، بس للأسف أنه تصوير من هاتف سيء أو تصوير من شاشة على شاشة، يعني ما في تقرير. يعني ما في تقرير، ما واضح التقرير. هلأ بعت لكم إياه طبيعي؟ ما شاء الله طبيعي، ما في شيء. خلص ما تنسوا، انسادنا البنكرياس يا دكتور موسى، خلينا في حالته وعطينا إماها كويسة، وبكرة بتخرجوها إذا أمورها صارت بالسليم إن شاء الله. هي قصة نجاح، قصة روتينية يا جماعة، كانت ممكن تحول مريضة للغسيل الدائم، يعني بالمتابعة والتدبير الجيد حصلنا نرجع المريضة لكرياتينها الطبيعي. جتنا بتغير معي، طلعت اليوم على جيد. تفضل، يمكن هي الحالة الأخيرة أو قبل الأخيرة. تفضل. لا قبل الأخيرة. طبعا هي المريضة كمان صار عندها SVT، كنا بالعناية صار معها SVT، قلبنا النظر. شو سبب SVT؟ تذكروا للشباب. بسبب انه فضمناها عن الدواعم فصار عندها تسرع قلب انعكاسي. لا هي يمكن محطوطة كانت على الدواعم دكتور موسى. لا كانت مفطومة وقتها حكيم. مفطومة حديثا، يعني يمكن كانوا من نص ساعة كانوا فاطمينها. فالدواعم يعني الرافعات الضغط يعني لها ايضا تاثيرات جانبيه، بيناتها مثلا اضطرابات نظم مختلفه، ممكن كمان احيانا بتساوي صداع وخناق صدر كمان. فالمريضه كنا عم نعمل جوله فكان اس في تي، اعطيناه ادينوزين مشي حاله، فاس في تي ناجم عن يعني رافعات الضغط. طيب ننتقل للحاله اللي بعدها. تفضل. مريضه 85 سنه سابقه المرضيه سي في اي مع ضغط، راجعت بقصة ألم من بطني وعروقات وهن عام مع إمساك ثم إسهال. الألم أشده كان بالخاصرتين. صورة الصدر طبيعية، إيكو بطن طبيعي، ما شي شيء. خضابة 16، قد يكون إن المريضة متجففة لأنه تحاليل السابقة كانت كمان الكرياتينين طبيعي واليوريا طبيعي. بالقبول الماضي كانت قبولي من سابق عنا. التعداد البيض ضمن الطبيعي مع زيادة في عدد المعتدلات. تحليل البول عندها البيض تملأ الساحة والحمر من 60 إلى 80 والجراثيم زائد 3 طبعا علاج التهاب كلي وحويضة، روسيف مع سايبريف مع تعديل الجرعة بسبب وجود قصور كلوي، وإماها جيدة مع أدوية الضغط زائد أدوية السي في اي. شو سبب قصور كلوي عندها؟ نقص وارد.
بس نقص وارد ما ممكن يكون سبب ثاني، ممكن يكون وصول كليه مزمن مثلا. حكيم هي مقبوله تقريبا من شهر عندنا كانت ارقام الكليه ضمن الطبيعي كويس. هاي شغله مهمه. غيره وهي مريضه سي في اي، فممكن يعني انه في اهمال بالوارد الفم عندها فيكو البطن. ايش ممكن يفيدنا بتمييز قصور كلوي الحاد عن المزمن؟ بس اي سؤال حكيم، فيكو البطن شو ممكن يفيدنا بتمييز قصور كلوي الحاد عن المزمن؟ فيكو البطن ممكن يفيدنا بال تصوير الكلي اذا كان في تمييز قشري لبي جيد او رقب القشر، فهذا بيدل على تراجع بالكلية او قصور مزمن. برافو. الخضاب شو بيفيدنا؟ الخضاب النازل غالبا بيترافق مع قصور كلي مزمن. تمام. طيب في مشعرات تانية؟ الكالسيوم مثلا بيفيدنا شيء؟ الكالسيوم بينزل بالقصور الكلي المزمن بيكون تمام. طيب برافو. زين كالسيوم نيزل ضعف تمييز قشري لبي نقص الخضاب، هذا كله بيدل على المزمن الحقيقه ولا واحده من الموجودات. البوتاسيوم شو وضعه شباب؟ بيميزنا الحاد عن المزمن؟ لا ما بيميز بكليهما مرتفع. الفوسفور ممكن تمام. فرط الفوسفور ممكن يصير في عندنا فرط فوسفور. إذا يعني 99% المريضة قصور كلوي حاد، شو سببه؟ أنت قلت البريرينال صح؟ بريرينال تمام. أنا رح أرجع لك للصورة وتأمل كويس ورجع خلي شو السبب. بما أنك قلت قصور كلوي حاد، هاي أسباب قصور كلوي حاد. بس خلص 10 دقائق تمام. اذا عندنا السبب شو؟ رينال. ممكن يكون سبب رينال الانترستيشيال بيجي بشياق البايلونيفرايتس، ف يعني حطه بذهنك انه ممكن يكون سبب انتر رينال. جيد. إماها وصادات حيويه ومراقبه يوميه للكرياتينين والبوله. طيب الحاله الاخيره تفضل، هي حاله مميزه. هاي الحالة صعبة، أصعب شيء. طيب تريد أحكي عنك؟ أنا راح أحكي عنك تكرار. أنا صراحة صعبة، صرنا 3 أيام مشتغل فيها وحتى اللحظة يعني ما وصلنا ل يعني تشخيص نهائي. ممكن نتشارك كلياتنا بوضع تشخيص تفريقي لها. مريض عمره 47 سنة. طبعا إذا لاحظتوا ما كل المرضى اللي عم نعرضهم هن حالات يعني وصلنا تشخيص لها، لكن هي حالات حقيقية موجودة في مشافينا. والحمد لله يعني كلها عبارة عن قصص نجاح وتفاعل كبير مع المرضى بحيث أنه نوصل لتشخيص نهائي قدر الإمكان وفق ظروفنا المحلية. مريض 47 سنة، راجعنا بقصة حرارة وعروقات، ألام مفصلية متعددة، المشكلة تقريبا صار لها شهرين، في عنده زلة تنفسية كان المريض. بأثناء يعني الفترة هيدي الأخيرة عانى من نزف هضمي علوي، أخذ إنسيتس كتير، عنده ألم شرسوفي وألم واحمرار بالعين اليمنى، بشكل رئيسي العين اليمنى عم توجعه مع وجود احمرار. فحصه السريري أول ما أجا كان في إصغاء صدر وزيز خفيف، كان في ألم بجس البطن وجسينا كرة مثانية، كرة مثانية واضحة. الفحص هاي الاحمرار العينين كان واضح عنده، كانت الصورة أوضح من هيك كثير. كان في عنده قرحة فموية وقرحة باللسان، قرحة كبيرة كثير. نرجع للصورة. طبعا نتيجة وجود كرة مثانية مباشرة أول شغلة عملناها عملنا قسطرة بولية، ما حدا أحسن يعمل قسطرة بولية، بين إنه في عنده ضخامة بروستات شديدة، طلبنا استشارة بولية على مدار يومين حتى حسنوا يركبوا قسطرة بولية للمريض. هيدي يعني ظاهرة غريبة ما كنا نعرف سببها حاليا حتى الآن يعني.
وحتى الجراحة البولية يعني ينتظروا لسه ليتحسن المريض ليقيموا شو السبب عنده. صوت الصدر كان طبيعي عند المريض. إيكو البطن كان في ضعف تميز قشري لبي مع يعني عدم وجود قصور كلوي. طبعا نشوف التحاليل. طبعا جاي المريض معه تنظير هضمي علوي فيه عدة قرحات خلاعية بالمعدة. الاستشارة العينية اجتنا اليوم التهاب عنبي. التهاب عنبي والتهاب عنبي قديم. يعني ما هو حالة حادة. خضاب 7 خضابه ناقص المريض. رئياته البيض طبيعية، صفيحاته 700 مرتفعة. السي ار بي مرتفعة بشدة 188، كرياتين وظائف كلية طبيعي. ايش هو هذا؟ اف بي. الفا فيتو بروتين حكيم. مين طلبه هذا؟ انا ما طلبته. طيب. خربطوا نام، طلبنا منه تحليل ثاني فعنده هذا. هذا ما انا طلبته عشان ما حدا يقول ليش. طيب لحد هون كانت هاي النتائج التحاليل الأساسية عدا الألفا فيتو بروتين. الاي اس ار كمان طلبناه كان 81، وكان عندنا ارتفاع سرعة التسفل، ارتفاع بالسي ار بي، نقص بالخضاب، قرحات فموية، الحرارة، العروقات، الآلام المفصلية. لحد هلا ما أحسن نلاقي بصراحة سبب غير إنه فكرنا بالأمراض المناعية صراحة. باستمرار يعني البحث عن أسباب كان الفيريتين عالي، والفيريتين عالي مع خضاب منخفض هذا معناته فقر دم بالأمراض المزمنة. زاد شكنا أنه هو مرض يعني مرض التهابي وليس يعني مرض نزفي، رغم أنه المريض عنده نزف هضمي جديد. الأين أي كان سلبي، الأر إف كان سلبي أيضا، LDH مرتفع قليلا يعني ما هو كل هالارتفاع، فما في تفسير هي والشبكيات الطبيعية إنه يكون في عنا يعني فقر دم بعوز حديد، عفواً فقر دم انحلالي. يعني التوتال بيلوروبين كان مرتفع قليلا على حساب الاندايركت. طبعا المريض بحالة من شهرين هلا ما مخلي دكتور، ما بينام الليل من ألمه، فتوجه نحو يعني داء جيلبرت ببساطة. كمان نروح فكرنا لبعيد، وظائف كبد طبيعية، ما يقدر ارتفع بيلوروبين شوي على حساب الغير مباشر، بيلوروبين تحت 4. عن مريض متعب مدنف ما بياكل على السواء عادي انه يصير في عنده ارتفاع بيلوروبين. سياق التحاليل الكاملة يعني البومينو يعني ناقص على الحد الأدنى 3.4. التهاب الكبد بي وسي كان سلبيات. الحقيقة كتشخيص تفريقي في عنا عدة تشخيص تفريقية. اللي كتب داء كرون صحيح، يعني داء كرون ممكن يصير قرحات من الفم للشرج، وبصراحة نحن بالفحص التناسلي ما في عندنا قرحات على القضيب أو الخصيتين مشان داء بهجات. وجود التهاب العنبي هذا يعني بيأكد وجود التهاب أوعية والتهاب مناعي، شوفوا بعدة أمراض مناعية من بينتها داء بهجات، من بينتها التهاب فقار العصب، الزئبة، التهاب مفاصل رسياني، حتى بعض التهابات الأوعية مثل وجنر شكينا فيها كون في عنا يعني عدة شغلات. التوجه الثاني أو عفواً الفكرة هي يعني ربط الأحداث مع بعضها، كلها بتزبط مع بعضها، يعني سواء القلاع الفموي مع التهاب العنبي، الآلام المفصلية بتروح نحو داء بهجت يعني بتشخصها. طبعاً اليوم عملنا اختبار باسرجي، بكرة راح ننتظر يعني يظهر، ننتظر عليه 24 ساعة. عبارة عن وخزة بأي أبرة كانت يعني زاوية 30 درجة، ونشوف تاني يوم إذا تشكلت بثرة نتأكد أنه تشخيص. الحقيقة يعني تفكير بداء كرون صحيح. ما بعرف موسى أخذوا خزعات إن هاي الشغلة نسيت ما أسأل المريض لما شخصوا قرحات بالمعدة، هل أخذوا خزعات ولا لا؟ إيه حكيم، أخذين خزعات من أثناء التنظير. كانت طبيعية ولا لسه ما طلعت؟ ما ظهرت النتائج.
طيب ما بعرف يعني، ممكن ننتظر صراحة، ممكن تطلع الحالة بسياق التهاب داء معوي التهابي. الشغلة الثانية يعني أفكر فيها يعني بداء بهجت، يعني أنا ما كتير مقتنع بتشخيص داء بهجت، رغم أنه يعني اليوم يعني بعد ما هيك يعني إجانا التهاب العنبي شوي قربنا من داء بهجت، بس الشيء ما ماشي معه هو ارتفاع سرعة التسفر والسي ار بي. فمعناتها بننتظر شباب، أكدوا على المريض على الخزعة، خزعة القرحة الهضمية، القرحات الهضمية. الأمر الثاني ممكن نشوف بكرة اختبار باسرجي، ولا مانع أنه نرجع نفكر بشيء له علاقة يعني ما بعرف، هي الكرة المثانية يعني ما كان لها تفسير عنها كثير. لسه مريض شاب يعني عادة يعني فوق 50 سنة حتى نشخص البروستات. نرجع نعيد الاستشارة جراحة الجراحة البولية، نشوف إيش الفكرة. بس يعني التوجه طبعا يعني فتناكم الحديث، الخطة العلاجية قررنا حاليا دكتور موسى. إماها قموية، إماها وريدي عفوا، 2 لتر ملحي تمام، روسيف 1 غرام 1/2 ليفو 500 1/1 وريدي رايسك. هيدا الالتهاب مجاري بولي يعني عنده المريض التهاب مجاري بولي كمان. رايسك مشان موضوع القرحات المعدية تمام. بريدلون 20 ملي جرام 3/2 3/1 عفوا خربطت، يعني 60 ملي جرام تمام. أسيتيل سيستين مشان موضوع مقشر، كونه في كان عنده زلي وعنده بلغم مريض. سيتامول ديفوميت وتامسولين مشان موضوع ضخامة البروستات، وضفنا اليوم أزاسيوبرين مشان موضوع التهاب العنبي. التهاب العنبي تمام. فإذا يعني نحن صحيح حطينا معالجة عرضية، شفتوا معظم العلاجات هي معالجات عرضية، لكن إضافة الاسترويدات كنا شاكين بداء بهجت والتهاب العنبي كمان أكدنا الحالة. حتى لو كان داء كرون كمان نفس العلاج، رح نحط استرويدات مثبطات مناعة، بهمنا العين ما تتطور الحالة يعني عمى، انه التهاب العنبي التهاب خطير جدا، احد استطبابات وضع المريض على مثبطات المناعة. مثل ما قلت لكم نحن حاليا بطور لسه التشخيص، ما وجدنا تشخيص اخر. اللي عم يكتب رايتر يعني ممكن رايتر بيجي عادة الارتكاسي، بيجي آلام مفصلية مع يعني قصة انتان، اسهال مثلا او التهاب مجاري بولية مسبق. القرحات الفموية ممكن نشوف في قرحة برايتر، لكن الالتهاب العادي هو التهاب ملتحمي وليس يعني التهاب عنبي. بالنسبة للبيكال كلبو بروتكتين، ما يعني هذا الأول مرة بسمع فيه. كالو بروتكتين حكيم، كالو بروتكتين بيرتفع بالآي بي دي. طيب ما في مشكلة، ما في عنا منه كل حال، بس ممكن يعني توجهنا نحو الاي بي دي ما زال موجود، ننتظر نتيجة الخزعة. واليوم شو وضع المريض دكتور موسى؟ أعطينا هيك فكرة عن وضع المريض، كون المريض اليوم حالته العامة أفضل، كان عنده زلي اليوم ما في زلي، المريض عم يتحرك بيمشي بدون تعب، صغيات صدره تمام، التورم أخف برجليه. حرارة شلون وضع؟ الحرارة اليوم كان عنده ذروتين حرارة فقط، ما في يعني. طيب رقبتونا السي ار بي اليوم والاي اس ار؟ السي ار بي اليوم 120 تراجع تمام. ساعة تسفل ما طلبتوها؟ سرعة التسفل ما طلبناها. طيب يوميا سرعة التسفل سي ار بي يوميا تمام حكيم، ووصلنا مراقبة جيدة للحرارة عشان نشوف الذرة تبعيته.
وإذا إذا في تسجيل حرارات معينة ممكن مثلا تنبه المريض أنه ينتبه. يعني دائما بالأمراض المناعية ننتبه على موضوع الطفوح المرافق على الترفع الحراري. تمام حكيم. حكيم في داعي نطلب كنت بدي اقول لك تي جي تذكرت انه الداء الزلاقي ما له علاقه بالداء كورونا. ممكن على بيقولوا الشباب موجود في كلفه كانت روبوتك كلف بروتين موجود بالدناعيه طلبناه في المره بس يعني لا بدل... لا مانع لا مانع تطلبه. ممكن استشاره هضميه كمان بكره ممكن هذا بيدل على الخبثات الهضميه اكثر. طب بيقولوا الشباب بيترافق مع الداء ما بيتابع انا بالنسبه لي ما بعرف. الله يجزيكم خير. هاي كانت اليوم يعني حالاتنا السريرية هي عبارة عن حالات واقعية عم نشوفها كل يوم. الشطارة بالداخلية ما هو أنك يعني تشوف كل يوم حالي نفس الشيء. كل مريض بحد ذاته مختلف عن المرضى التانيين. ممكن تقولي أنا بشوف 1000 ستروك، كل ستروك عن ستروك بيفرق. ما هي المشكلة بالستروك، المشكلة بالاختلاطات اللي بتصير مع ستروك. الستروك اللي بصير معه ذات رئة استنشاقية، والستروك اللي بصير معه نزف هضمي، والستروك اللي بصير معه قصور كلوي إلى آخره. ربط الأمراض في بعضها. أنا عندي إحساس إنه ما في مريض بيشبه الثاني، يعني مثل الدي إن إي ما في مريض بيشبه الثاني. كمان المرضى ما بيشبهوا بعضهم. زيك دائما يعني دائما لازم نشوف مرضى. هاي حالات يوم واحد، اللي ما بيشوف عدد مرضى مثل هذا الشيء يوميا بالداخلية معناته ما بشوف مرضى، معناته لازمه تدريب زيادة ولازمه ينفرز على مشافي تانية إذا ما في عنده كتير مرضى بالمشفى. فانتبهوا حالكم يا شباب، درسوا كويس ويعني جهزوا حالكم للامتحان يعني. السلام عليكم. هذا في عنده سؤال قبل ما ننهي؟